مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامج بيتكم عامر، ونطلع عليكم بحلقة جديدة في يوم الجمعة. كما هو معلوم مشاهدينا أنه حتى نتعرف على حضارة وعراقة أي بلد نتعرف على طبيعة الأزهار التي تنتشر في هذه البلد، وعندنا الأردن الحمد لله تزخر بالعديد من إنتاجية الأزهار الجميلة. لهيك إحنا حابين نأخذكم مشاهدينا بجولة في أماكن تواجد الأزهار في البورصة التي من خلالها تجمع الأزهار ويتم من خلالها التوزيع على محلات الأزهار، وراح يكون في زيارة لمزرعة الأزهار أيضا حتى نتعرف أكثر على العديد من هذه الأصناف التي تنافس السوق الخارجية، وراح يكون أيضا زيارة لنا في محلات الأزهار أو محل من محلات الأزهار، وراح يكون نأخذكم أيضا بجولة ونصطحبكم لزيارة عائلة أردنية نتعرف عليها أكثر عندما نكون هنالك في اللقاء. وراح أكيد يكون بهالجولة هاي الجميلة راح يكون لابد بيكون مطبخ طلبك جاهز حتى يعرفنا على أكلة وصفة جديدة من وصفاتهم الرائعة واللذيذة. وبتمنى مشاهدينا بهاي الجولة أنها تنال إعجابكم ونقدم لكم فيها شيء مفيد وجميل. أهلا ومرحبا بكم. صباح الخير يا وطني، صباح الخير، صبحنا على كل شارع وحارة، على كل أردني منا. مشاهدينا الكرام، وإيمانا منا بجمال الورد وأهميته في حياتنا وأثره الإيجابي والنفسي على حياة الشعوب بشكل عام، حبينا إحنا نأخذكم اليوم بجولة حتى نتعرف أكثر على طبيعة هذه الورود وزراعتها وكيف يمكن أن تكون طريقة إنتاجها، كون الأردن هو يعتبر من المنافسين للدول الأخرى التي في إنتاج الورود وفي تصديرها أيضا. لهيك إحنا اليوم معكم مشاهدينا في إحدى مزارع الإنتاج للورد، وعنا المزارع مهندس الزراعي الأستاذ يحيى وصفي في مزرعته مزارع النمر للإنتاج الورود حتى يحدثنا أكثر عن طبيعة هذه الزراعة. أهلا وسهلا فيك معنا في برنامج بيتكم عامر، وإحنا كمان نشكرك على استضافتك لنا في هذا المكان في المزرعة. شكرا لك، أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بقناة اليرموك، احنا بنرحب فيكم هون في مزرعه النمر لانتاج الورد الجوري. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا. طيب احنا بدايه حابين قبل ما ندخل في تفاصيل كيفيه زراعه الورود حابين نسالك الدافع الشخصي اللي خلاك انت بدايه تقوم بعمل هذا المشروع. طبعا يعني احنا الدافع الشخصي عندنا هو الدافع الاقتصادي وليس الجمالي. نعم اكيد. جزء انتم مهتمين في الورد من ناحيه استثماريه يمكن بس احنا بننظر له من ناحيه استثماريه وانتاجيه. جميل. يعني احنا في دراستنا للسوق الاردني اتضح انه دائما في عندنا نقص في زهرة الورد الجوري تحديدا ورد الجوري يعني نقص فيها، وبيجي عندنا فترات من السنة احيانا نضطر يعني الاسواق تستوردها من خارج الاردن. نعم جميل. فكان الهدف انه نحاول ننتج محصول في عندنا في نقص في الاردن، وبنفس الوقت انه ممكن يكون في عندنا ويدور دخل ويكون في باب مشروع استثماري يعني. نعم مشروع استثماري، وحتى اذا كان في عندنا فائض ممكن التصدير لبرا. صحيح. وبرضه من ناحيه جماليه ايضا برضه احنا نطلع عليها كونه فعلا ما شاء الله عم نشاهد احنا الان يمكن مشاهدينا هاي المناظر الجميله وكيف في بعض الورود منها متفتح ومنها لسه في طور التفتح. فيعني حابين نحكي مثلا بالبدايه طريقه بدايه اول شيء بدايه زراعه هاي الورود كيف تتم وكيف بتتم العناية فيها خطوات نبدأها خطوة خطوة. احنا طبعا انتم اللي هو يعني احنا هون موجودين في موقع مزرعة تستخدم التف البركاني. نعم. وبنسميها هاي زراعة سوليس يعني بدون تربة. نعم. بوسط بميديا. اها. فاحنا هنا نزرع بمصاطب عبارة عن مصاطب وبنعبيها بالتوف البركاني، والتوف البركاني هو موجود في الأردن. نعم. بنجيب التوف البركاني وبنحطه في داخل المصاطب ومن ثم نزرع اشتال الورد الجوري. حتى عفوا حتى المشاهدين يعرفوا شو معنى التوف البركاني، عرف لنا فيه عباره عن ايش؟ التوف البركاني هو عباره عن الصخر. أيوة. اللي موجود
اللي بيطلعوا من البراكين. جميل. هذا بفرموه بقياسات معينة. نعم. وبيستخدموه في الزراعة اللي بسموها الزراعة اللي بدون تربة. سبحان الله، يعني هذا جميل جدا، يكون برضو محلي طبعًا. إنتاج محلي ما يكونش بيكلف يمكن كمان توقع طبعا كرة. هذا يعني بيساعد في تقليل الأمراض والمشاكل. جميل. بالإضافة إلى أنك تعطيه الأسمدة والأدوية والمبيدات اللي يحتاجها بالضبط. فهذا هو التربة الخصبة نسميها المناسبة للورد الجوري عندكم. نعم. هون تمام. وهذه كمان بتساعد بتوفير المياه المستخدمة. جميل. فإحنا دائما نزرع في حوض، وهاي المي كلها تصفى في نهاية الحوض، ومن ثم يعاد تدوير المي واستخدامها مرة ثانية. جميل. وشوف احنا الوان كمان، الوان متعددة ايضا من الورد الجوري، مش لون واحد. واحنا الان امامنا يمكن لون جميل هيك زهري على صحيح. على صفار جاي هيك طبيعته. طيب يعني طبيعة العناية فيه حتى انه فعلا يعني تتفتح هاي الوردة كيف بتتم؟ عن طريق ايش؟ في استخدام سماد معين، مي كذا طبعًا. كميات طبعا احنا هنا بنستخدم صحيح نستخدم إشي بنسميه الفيرتيجيشن، يعني هو الري المسمد. نعم. ففي عندنا جهاز كمبيوتر بيعمل خلطة السماد المناسبة للورد ضخلها إياها باستمرار. احنا هون بنسقي الورد هذا 10 مرات في اليوم. 10 مرات؟ نعم. ما شاء الله. الكمبيوتر بتحكم في هذا الحكي. نعم. كل مرة بنعطيه تقريبا 2 إلى 3 دقائق. اه. وبنعطيه الاحتياجات السمادية كاملة يعني. اه. وبالتالي هذه زراعة يعني تعتبر هي نوع من أنواع الصناعة. جميل جميل. فاحنا نتحكم بكمية المي ونتحكم بكمية السماد وانواعه. بس اكثر شيء بتشعروا انه التركيز على نسبة المياه يمكن تكون متوفر عندكم، حتى فعلا انه استمراري لعملية الري لو زرع وسقيه يمكن حتى كمان. جميل طبعًا. جميل. يعني حابين نحكي عن بعض الاشكاليات اللي بتواجهكم انتم كاصحاب مزارع، يعني بشكل عام ايش بعض الاشكاليات والمعوقات التي تقف امام مشاريعكم الاستثماريه انجاز التعبير، واللي بتدور عليكم اصلا تكون مصدر رزق يعني كمان لكم كاصحاب تخصصات يعني في الزراعه صح. وغيرها. يعني لعله اهم المشاكل احنا خلينا نسميها، يعني في عندنا تقريبا نوعين من المشاكل. النوع الاول اللي بيعتمد على ادخال التكنولوجيا في الزراعه بشكل عام. تمام. التكنولوجيا للاسف عندنا مكلفه، عليها رسوم جماركيه عاليه. وعليها ضرائب عاليه. يعني بتدفع ضرائب عاليه مكلفه. نعم. جدا. قديش نسبه الضريبه تقريبا؟ والله هي كل يعني كل اصناف التكنولوجيا بتدفع ضريبه مبيعات، وبتدفع ايضا جمارك. يعني تعتبر عليها تكاليف عاليه. تمام. الان المشكله الثانيه اللي بتواجهنا ايضا في التسويق. عندنا مصاريف عاليه في التسويق، فاحنا بندفع حوالي 27% من قيمة المنتج لضريبة المبيعات ولكوميسيون الأمانة ولعمولات المسوقين. طب أنتم مش تعتبروا يعني هلأ أصحاب المشاريع هاي أصحاب قطاع خاص، يعني ما لهاش علاقة يمكن بوزارة الزراعة وغيرها، فليش تفرض عليكم مثل هاي الضرائب اللي قد تكون تكلفكم أكثر يمكن، أو تساهم أنها ترفع عليكم زيادة التكاليف أكثر؟ يعني هاي مشكلة القطاع صحيح. انه عم بدفع الزهور تدفع بالاردن ضريبة مبيعات 16%. وبتدفع امانة 4%، رسوم. نعم. امانة 4%. هاي 20% هدول بيروحوا لساتكم انتوا. لسه ما في اي لسات. نعم. اي نتيجة. نعم نعم. ف20% من قيمة المبيعات بتروح رسوم وضرائب. تمام. وفي احنا بندفع كمان كوميسيون اللي هم للمسوقين للزهور. طب ليش بتواجهوا مشكلة في التسويق؟ ايش السبب؟ لا هي ما في مشكلة بالتسويق. انما هي يعني انت بدك تسوق من خلال مسوق. ما بتقدرش بس هي قضية التكلفة قصدك انت. نعم. فاحنا يعني منتجنا هذا للأسف بدفع 27% ضرائب قبل ما تأخذ انت القيمة تبعتها. ولما تعرضوها على البورصة وعلى المحلات الجملة نعتبرها، هل بتكون الأسعار بتكون سعرة بشكل سعر خاص، ولا بيكون في متفاوتة يمكن الأسعار؟ يعني الأسعار دائما تخضع في لمعادلة العرض والطلب. قضية المزاد اللي هناك. بالضبط. نعم. فهي الأسواق يعني دائما اللي بتحكم فيها. بتريحكم هاي القصة ما بتغلبكم شوي؟ هو انت يعني في المنتجات اللي بنسميها هاي المنتجات البيرشبل، يعني بمعنى اللي هي قابله للتلف، سريعه التلف. ايوه بالضبط. هاي منتجات ما بحكمها الا شغله واحده، العرض والطلب. وبالتالي هاي كمان يعني بتقدروا تخضعوا لهذه القاعده. هاي قاعدتها. هاي تمام. قاعدتها. ولذلك يتذبذب يعني اسعارها بين اسعار متدنية جدا وبين اسعار مرتفعة. جميل جداً. طب في نحكي على الاشياء الخاصة في الورد الان، احنا بنشوف الورد الجوري عليه طلب يمكن كما قلت لي، يمكن اشرت لي قبل قليل الاستاذ يحيى. طبعا يعني الورد الجوري يعتبر في الاردن وفي العالم. ايش الاسباب يعني الاقبال الناس عليه اكثر شيء؟ يعني بحبوه اكيد، يعني تنوع الوانه والمناسبات الخاصة يمكن قد تكون اكثر.
نعم ويعني في عندك رينج واسع من الالوان صحيح. طبعا في عندنا احنا في سوقنا الاردن يعني الاستهلاك الاكبر هو على اللونين الابيض والاحمر. الابيض بيستخدموه في مناسبات الافراح الغالب. والاحمر لون يعني مرغوب كثير عندنا في الاردن. طب المواسم اللي بتشعر انه فعلا موسم او اشهر معينه بيكون فيها فعلا يعني اجمل ما يكون الورد يعني في وقته يعني وهيك؟ طبعا الربيع اكيد. الربيع هو انسب وقت لا يكون انه زهور اجمل شيء. الربيع ويعني بدايه الشتاء خلينا. جميل سنة. جميل. طبعا في عندنا مشاكل تقنيه خلينا نقول، واحيانا بنجيب حلول موجوده من الخارج. يعني مثلا احنا هنا نستخدم اذا بتشوفوها هناك مباخر الكبريت. هاي مباخر يعني بتساعد في تقليل الامراض اللي موجوده على الورد الجوري تحديدا. وبتساعد في عدم استخدام الكيماويات السامه بشكل كبير. يعني بتعمل تقنيات صحيه حتى الحفاظ على الورد الجوري بفتره اطول وصحه اكثر يمكن يكون. بالزبط. مش هيك؟ بالزبط. طب انت بهاللقاء اللي حبينا منه مزرعتك واخترنا تكون موجودين احنا في برنامج بيتكم عامر وقناة اليرموك، حاب توجه رساله معينه لحد يعني اسمعك من المسؤولين وغيره، كونك انت صاحب يعني عمل كثير بتوقع كثير مهم جدا، انه حتى كمان الاثر مش بس على الاردن يعني كمان باكتفاء الذاتي في انتاج الزهور بقدر ايضا ممكن يكون في التصدير ايضا، اليس كذلك؟ نعم. فايش الاشياء اللي بتطالب فيها او تتمنى ان تتحقق في مثل هذا يعني المجال؟ صحيح انا بحب انه وزاره الزراعه تعطي شويه اهتمام يعني لبعض القضايا الفنية. ويكون في عندها دراسات واضحة عن إنتاج ومكافحة الآفات وما شابه. يكون في عندها دراسات واضحة وصريحة. أنا بعتقد الأردن فيها بتنشل يعني فيها إمكانية عالية لأنها تكون منتج مهم في أزهار الخطف. خاصة أنه إحنا الدولة يعني نعاني من شح المياه. وبالتالي هاي يعني بيهمني أنا بدل ما أزرع وأنتج الخضار وأصدرها، إذا أنا أنتجت الزهور والأمور هاي يعني بعمل قيمة مضافة على. صحيح صحيح. وبالتالي يعني أتصور في دولة زي الأردن الطقسة في عنا تنوع مناخي تنافس يعني دول أخرى. صحيح. عندها بتنشل عادي في أنها تكون يعني دولة منتجة للأزهار القطنية، بس بدها شوية إمكانيات واهتمام أكثر يعني في هذا القطاع بالذات. صحيح. نعم. صحيح. إحنا أستاذ يحيى نشكرك على هذا اللقاء وإحنا لسه مكملين جولتنا معك في المزرعة، إذا بتسمح لنا كمان نأخذ برضو طبعاً مراحل الأخرى اللي بعد ما هاي المرحلة أكيد. إذا مشاهدينا خليكم معنا مكملين حتى نكمل جولتنا في المراحل الأخرى في قطاف الأزهار والورود وكيف تتم هاي العملية. حياكم الله. مشاهدينا ومن مزارع النمر لإنتاج الورود إحنا مكملين معكم جولتنا، ورح نلتقي الآن مع المدير المسؤول عن هذه المزرعة حتى يحدثنا أكثر عن طريقة أو الخطوات العناية في هذه الورود. ومنرحب إحنا مع المهندس عمر دعجة حتى يحدثنا أكثر. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ عمر. أهلا وسهلا فيك في قناة اليرموك. الله يحييك. بداية حابة تعطينا الخطوات الأساسية اللي من خلالها بقوموا أنتم كلكم باعتنائكم بهذه الورود بشكل عام. إحنا الصبح طبعا اول ما نجي على المزرعه يعني بنقوم ناخذ قراءات البي اتش والاي سي هي الملوحه والحموضه اساسا بنشوف شو احتياجات النبات الورود بشكل عام. وهي القراءات من وين بتتم؟ عن طريق ناخذها من اجهزه بي اتش وملوحه حموضه وملوحه. لماذا ايش السبب؟ لا احنا مثلا على اساس النبات يستفيد من الاسمده ومن
الملوحات من خلال كاملة. القراءة بتعرفوا مدى الاستفادة. من خلال القراءة بنعرف مدى الاستفادة. يعني هلا مثلا افضل بيئات افضل حموضة للتربة حموضة هي 5.5 ل 6 والملوحة من 1.5 ل 1.7 هي النسبة المثالية. النسبة المثالية تمام المكسيم. هلا بس بعد القياسات بنتأكد شو في بنزيد ملوحة بنزيد حموضة بدنا اياه بنعمله تمام. وثاني شيء مثلا نشوف درجة الحرارة ورطوبة النسبية. طبعا الرطوبة افضل شيء من 50 ل 70 والحرارة من 20 ل 25. يعني شوف سبحان الله احنا مثل نفكر انه الواحد خلص هل حط هالورود وبزرع وخلص الامور تطلع لا طبعا لازم في مقادير معينة نسبة حرارة معينة درجة حرارة ورطوبة لغيرها من الامور. كل شيء بده قياسات ونسب معينة له. تمام. هلا احنا بالحرارة العالية طبعا الورود بتعطي اكثر وبتنتج اسرع وكمان الرطوبة عالية. نعم. وبالنسبة ل استهلاك المياه طبعا كل شتلة بتاخذ 120 ملي بالرية الواحدة. واحنا سعر المياه ما شاء الله كثير بدها بحاجة بدها مياه الورود وبدنا نسيب اليوم 10 مرات لان الجو بيكون صيف بحام بده مي اكثر في الحار. فاحنا عندنا بركتين بركة حلوة وبركة عادية. في عندنا خط راجع هون اساس المي التوف اللي بايض ترجع البركة الثانية يرجع بالضبط. نعملها معادلة وبنرجع استفيدنا مرة أخرى. بس كثرة المي ممكن تؤذيها للورود ولا لا يكون برضه حتى المي نسب معينة ومقادير معينة؟ لا ما عندك التوف يعني ما بيحتفظ كثير المي فبضل في تهوية أسرع أهم شيء بيكون في التهوية مناسبة له. إيش الأشياء الإشكاليات اللي بتواجهكم لا سمح الله بتأثر على دبلان الورود يمكن وهي في مكانها وبكون تحاولوا تتفادوها أنتم قبل ما أنه تقوم ب طبعاً أكثر شيء بنعاني منه هون مثلاً بالنسبة للأمراض الحلم الأحمر والعنكبوت الأحمر أمراض هاي تحت الورود هاي خاصة. أمراض يعني هي بالصيف أكثر شيء والشتاء والبياض أمراض البياض. كيف تحاول تخلصوا من هالأمراض طبعاً تجنبوها أصلاً في البداية؟ رشات وقائية مثلاً بنعمل وسماد ورقي وسماد مبيدات بالري بنعمل لهم. جميل جميل. يعني هاي تقريبا الامور الاساسيه اللي انتم او الخطوات الاساسيه في العنايه في هاي. طب قديش المده يعني اللي كافيه حتى تخرج تتفتح الورده وتقوموا بقطفها واليه القطاف كيف بتتم؟ طبعا هلا كل فوج ورود بده 45 يوم لما ناخذ منه ورد بنصير 45 يوم 45 يوم لما تنتج الورد زي هيك. طبعا بهاي الحجم لا لما بيعطي ورد صغير تفتح يعني هلا عمليه القطاف بتتم ل 20 يوم بنلاقي تقريبا يوم بعد يوم في 20 يوم هو بيعطي ورد يعني بعد 20 يوم بعد 20 يوم بصير. طب كيف اليه القطاف بتتم؟ الطريقه شو استخدامات الالات المستخدمه بالقطاف كيف بتتم؟ طبعا القطاف يعني ترجينا يعني مثلا بصير هاي هلا هي ورده هون مثلا يعني ناخذ يعني بنترك مثلا تقريبا براعي تفتح جانبيا تطلع اول بجديد. طب حلو يعني هاي بعد الخطوه هاي وقضيه القص يعني هاي الامور بتروحوا لمكان اخر اللي هو ممكن التوظيف اللي احنا طبعا رح نشاهده اكيد مع مشاهدينا الكرام رح يكونوا معنا حتى نفرجيهم المرحله الاخرى اللي بعد ما تم تفتح الورود وهناك بيتم عمليه التوظيف والتكييس ووضعها في الثلاجات نعم التسويق البورصة وبعدين التسويق. إذن مشاهدينا الكرام خليكم معنا مكملين حتى تكونوا معنا في كل خطوات ومراحل اهتمام بهذه الورود حتى تخرج بعد ذلك للأسواق. أهلا وسهلا فيكم.
مشاهدينا، واحنا في المكان يعني ما يميز البيوت اللي احنا زرناها الان في مزرعه النمر انها ذات مساحات كبيره جدا، ربما تكون فيها بحاجه الى درجات حراره اقل وتهويه اكثر، فهي يمكن بتكون بتولد بيئه مناسبه لنمو هذه الزهور والورود الجميله اللي امامنا الان، ونحن فعلا نشاهد جماليه هذه الورود وتفتحها، وخاصه ونحن الان في فصل الربيع، ونحن نعلم جميعا ان هذا الفصل الذي تزهر فيه الورود وتثير البهجة في القلوب وتثير الفرح والسعادة، ربما هذه السعادة التي ننتظرها ونترقبها إن شاء الله في ربيعنا العربي إن شاء الله في المستقبل، حتى تزهر حياتنا وتكون مليئة إن شاء الله بالأمل والخير والأمل المبشر في الخير إن شاء الله لمجتمعنا ولوطننا بشكل عام. فبهاي الجولة إحنا أكيد يعني المستمرة معكم في جولتنا المزهرة إن شاء الله بالخير، بنكمل معكم، حياكم الله. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم من جديد، وما زلنا معكم احنا في مزارع النمر للزهور، وجينا على غرفه التوضيب، هذه الغرفه اللي حابين نتعرف عليها اكثر، طبيعه العمل فيها من خلال الوجود الاخوان معنا، نعرفنا عن حالك اول شيء وعرفنا عن طبيعه العمل هون في هاي الغرفه. الاخ ثروت مصري شغال. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا بمصر. شغال في مصر عند الاستاذ ابو احمد مهندس زراعه مزرعه النمر انتاج الزهور. اهلا وسهلا فيك. طيب احنا الان بغرفه التوضيب ليس كذلك، حدثنا عن طبيعه العمل فيها الغرفه، ايش بتعملوا بالضبط هون؟ طبيعه العمل بنقطف الازهار من البيت وبتيجي هنا، كل لون اطوال 80 سم 70 سم 60 سم، كل لون بنصفته ونحطه لحاله يخش الثلاجة، الطويل مع الطويل ومقاسات يعني، والقصير مع القصير. لازم قضية المقاسات كتير مهمة، تكون الطول واحد مع بعضه، لزم مع بعض. وبعد كده بنخش على ماكينة تنظيف هذا. هاي الماكينة ايش عبارة عن ايه؟ الماكينة هذا هي تنظيف بس. ممكن تفرجينا كيف ممكن تنظفوا الزهور فيها؟ الماكينة احنا بنعمل الضمات عشرات، بعد ما بنعمل الضم عشرات. ليش عشرات؟ ايش معنى عشرات يعني؟ عشان حتى لما يروح السوق بنباع عشرات. ما نبشي بالوردة لما يتسوق للمكان اللي بده يروح له بيكون بهذا الشكل، زي نظام الفاكهة، ما الفاكهة ما بتشتري بالحبة، بتشتري بالكيلو، فهي عشرات. وبعد كده بنقيس المقاسات على الترابيزة هنا ونسوي من تحت، بنشغل الماكينة هي 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 هي، تنظف الأوراق منها والشوك حتى نكون مع بعض بشكل ثابت، تثبت يعني بشكل مع بعضه. طيب تمام. وبعد كده يعني لما تروح على الاسواق بتروح بهذه الطريقه كل الزهور بشكل كل الاصناف؟ لا بتروح بطريقه لسه بنكيسها هنا على الترابيزه. بتتكيس بتكيس في سلوفان وبنحط عليه طبعه. طبعا عشان نعرف دي جاب المزرعه مين، جاب المزرعه النمر لانتاج الزهور، او يعني المزرعه اللي بيطلع منها بكون على التيكت بتاعها. التيكت بتاعها وبروح لوين بعدين؟ بيروح السوق، لاسواق المزرعات وتوزع بقى المحلات. هذا مرحلة التكيس، احنا بنكيس الورد اهوت اهو، بنكيس كده الورد. تمام. هذا بس. بكون خلص عملتوه على مقاس معين؟ على مقاس معين وبيطلع على السوق مقاسات. هذه في نوعية بتكيس كده بتبقى زي المثلث. نظام قرطاس. طب بتحطوا طبعا اللوجو الخاص في المزرعة انه مزرعة النمر للزهور. ايه بروح السوق ايه اللي عرفوا انه دي تبع مزرعة النمر. ايوه. هذا التيكت. اهو. بنحط على التيكت 77. طبعا بروح السوق 77 معروف كله ان هو تبع ايه؟ النمر انتاج الزهور. لها رقم خاص فيها. لها رقم خاص. نعم. كل مزرعه لها رقم ولها تيكت معين. يعني هنا تروح المرحله. اما لو مش ما فيش تيكت بروح السوق ما يعرفش ان بتاعت مين؟ بتاعت النمر. في خلطه هيك. بيصير في خلطه، اما النمر اللي بنبعث انتاج الزهور ادي البضاعه وادي التيكت بتاعنا. نعم. وفي تكيس ثاني برضه اللي هو ايه؟ الاكياس. ايش الفرق يعني بين هاي الطريقه وهي الطريقه؟ الفرق بين الطريقه ان الاكياس ديت مثلا 60 سم، هذا اللي هو متر، وهذا اللي هو 90 سم درجات. بنحط كل درجه لحدود سلفا اهوت
انتهينا مرحلته. دي بقى اللي هو الاحمر مثلا 80 زي ايه 80 سنتي. هذه له اكياس خاصه اللي اقل يمكن شويه. كل اللي هو المتر وال90 سنتي بالسلفن. وال80 لغايه ال50 بنحط في السلفانيه. حسب يعني الطول بيناسبه التغليف المناسب له. تمام. مقاس محدد بنحط فيه. بعد كده بقى بنحطه في اسطوله هنا تبع حضرتك كده ما انا شايفه كده. ونحطه في الثلاجه. لان هو له درجه انت بعد ما نخلص التغليف بهي الطريقه والتكييف نحطهم برضه في عبوات او بنحطه في في, في ميه هيك. تمام. بالميه لازم حتى مع الكيس يعني. بهي الطريقه. لا مع الكيس. لا الكيس بالسلفن الصبح لما يجي يطلع قدام واحنا بدنا نطلعه ودي على السوق. تمام. بنحط بعد هيك مش بحطه في ثلاجات كانه ايش زي هيك الثلاجه هوريكم الوقتي. طيب. كل سطل مسرب بنحط فيه 100 100 ورده. نص سطل ميه وعشان يشرب ميه الورد. وبنحط في الثلاجه. لو قعد اسبوع في الثلاجه 10 ايام بقى ايه بيفضل تفتيحته زي ما هي. حافظ على هيك على نمو جماله وخضرته. حافظ على جماله وعلى ايه اللون بتاعه. لو حطيناه برا في الهواء وفي الشمس يومين اثنين بيفتح تخرب على كده. ما تطورش معنا. لما نحكي المرحله الاخيره بعد هيك اللي قبل ما نروح على الاسواق بدنا نحطهم بالثلاجه. يطلع من الثلاجه السلفن وياخذ الطبعه اللي هي 77 تبع انتاج النمر ويطلع السوق. دي اخر مرحله. وهيك يعني هيك بتكون واصله للاسواق اللي بالبورصه وبعد هيك الناس بتنتقل لاصحاب محلات على المحلات. نعم. والناس انبسط بهالجمال هالازهار جمال وتدعي للي لقت الورد. مشاهدينا واحنا ما زلنا معاكم موجودين في غرفة التوضيب وتحديدا الان دخلنا على مرحلة ثانية اللي هي في الثلاجات. واحنا الان في ثلاجة بصراحة والجو بارد جدا تقريبا درجة الحرارة 4.1. وراح نتحدث عن الخطوة التالية اللي بيقوم من خلالها بالحفاظ على الازهار حتى تخرج بعد ذلك للاسواق. مكملين معك واحكي لنا الان احنا الان هذا مكان السادة المشاهدين دي اخر مرحلة. الورد بيطلع من المزرعة بنعمله 10 يعني ضم 10 سياح خرجتنا الآن وعمل تكييس. دي آخر مرحلة بقى بنحطه عشان درجة حرارة معينة. برد جدا. برد حتى لو قاعد هنا أسبوع 10 أيام تحتفظ بالوردة طلع جمالته ونضارته. دي آخر مرحلة طبعا. بكرة باكر بنكيسه ونطلع من على السوق مباشر. هذا آخر مرحلة دي. هاي فترة حفاظ نعتبرها هاي على الأزهار على بحب درجة برودة عالية. لو محافظ على جماله. محافظ على جماله. لو قاعد برا في الحرارة بيخرب. هنا لو قاعد له أسبوع 10 أيام 5 أيام زي ما احنا عاوزين له درجة برودة التكييف شغال 24 ساعة ما بتخيش. والشرط زي ما حكيت يكون محطوط في كل عبوة فيها مية. فيها مية صح؟ وكل سطل نصه تقريبا يعني نصه مية. لأن الورد بيشرب مية برضه ومن غير مية بتموت. هيك احنا بكون انهينا الجوله هون في المكان. الجوله بقى اللي هو بيطلع الانطلاق الى الاسواق. مشاهدينا خليكم معنا مكملين حتى نكمل باقي جولتنا معاكم فيها الازهار الجميله. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا مرحبا فيكم. واحنا ما زلنا مكملين جولتنا معكم في حلقتنا الخاصه حلقه الزهور واهميه الزهور في حياتنا وفي مجتمعنا الاردني هون. ونحن الان تحديدا نلتقيكم من منطقه بورصه الزهور. هي منطقه تجمع الزهور حتى يتم ترويجها وتسويقها بعد ذلك في عده اماكن ومحلات الازهار. ورح نلتقي ايضا مع المهندس راح يكون معنا ومرافقنا بهذه الجوله الاستاذ اسامه ورده حتى يكون معنا ويحدثنا عن الموضوع. اهلا وسهلا فيك معنا استاذ اسامه. الله يحييك يا رب. اهلا وسهلا.
حقيقي. طبعا اسامه ورده، يمكن ربما تكون مصادفه ان يكون اسمك يمكن ورده وانت تعمل ايضا في مجال الورد، فحدثنا عن يعني اهتمامك الشخصي بهذه القضيه. والله هو الاسم بالصدفه اجى، يعني ما في ترتيب او تنسيق. الاهتمام انا درست زراعه، وبالاصل كانت هوايه الزراعه وتنسيق الزهور من الهوايات الموجوده، وسبحان الله اشتغلنا عليها وطورناها. الحمد لله. طيب احنا الان موجودين في مكان البورصه، هذا المكان الذي يمكن له اسباب، يمكن كما قرانا وطلعنا انه سبب انشاء هذا المكان لانه قد يكون اسباب انقطاع يمكن او قرار من الحكومه بانه تمنع استيراد الزهور من الخارج، فقرروا انه يكون في هنالك بورصه على غرار بورصه هولندا المعروفه كدوله يعني اوروبيه، فاصبح نعتبر احنا التجمع هون بالبورصه يمكن من اهم التجمعات في الشرق الاوسط لبيع الزهور وترويج الزهور. بدايه نحب انت تطلعنا على الاوضاع العامه، كيف تتم عمليه الترويج، كيف يتم التسويق لها، ما اهميه هذا المكان في لتسويق الورود بشكل عام عندنا في الاردن؟ هو اهتمام الامانه بهذا المكان جاء من اهتمام الامانه بترتيب وتنظيم الاسواق الجمله المركزيه، خصوصا اسوه بسوق الخضار المركزي. تم انشاء هذا السوق لترتيب القطاع وتنظيمه ومساعده المنتجين على تسويق منتوجهم ومساعده تجار التجزئه او تسهيل عمليه شرائهم حصولهم على هذا المحصول. قامت الأمانة بإنشاء هذا السوق عام 1994 وما زال لليوم شغال، وهي البورصة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط بتعمل على تسويق الزهور المحلية وبعض الأصناف الزهور المستوردة في اوقات معينه من السنه. انا رح نسالك الان على الاصناف الموجوده في البورصه الان، بس بدايه تحكي لنا كيف طريقه العرض والطلب بتصير، يعني قضيه حتى يجي مثلا المنتج يستفيد اللي انتجوا هاي الورود نفس الشيء يسوق لها لاصحاب المحلات. كيف بتتم العمليه؟ عمليه تحديد السعر هو في عاملين اثنين هم بيحددوا السعر، هو العرض والطلب، والدرجه الثانيه اللي هي جوده البضاعه. تمام. ومن خلالها بيتم يعني انتقاء وكأنه أصبحت القاعدة الأساسية هي العرض والطلب في قضية العرض والطلب هو الأساس. نعم. طب إقبال أكثر شيء لأصحاب المحلات على أي نوع من أنواع الورود وأصناف الورود بشكل عام؟ يعني على معظم الأصناف، أكثر صنف يعني بنطلب هو صنف الورد الجوري روزز. في أصناف ثانية زي الليليوم، زي في أصناف موسمية مش على مدار السنة. مثل إيش؟ الموسمية زي المنثور، زي الكريز، زي ثم السمكة، الكالة. جميل حلو، وفي عليها طلب برضو، كان في لها يعني ناس بيستهلكوها. طيب هلا احنا هون يمكن نحكي عن موضوع الزهور بشكل عام من باب يعني هي كإنتاج محلي معروف الأردن أصبحت تنتج يعني محليا، يعني في اكتفاء بالإنتاج. نعم. وأتوقع يمكن في تصدير، هل طول السنة هذا الإنتاج بيكون ولا في بعض الأوقات وبعض المواسم تحتاجوا إنكم يكون في استيراد من الخارج؟ الإنتاج على مدار السنة، بس في أوقات من السنة بيكون الإنتاج خفيف فبحتاج انه للاستيراد من الخارج. من وين تقريبا الدول اللي؟ من اثيوبيا، من الهند، من الاكوادور، في من دول الخليج صار جديد، من قطر والسعوديه، وفي بعض كمان بعض الاصناف تجي من مصر. اغلب يعني الدول هاي اللي بتصدر يعني بتجيب تستوردوا منها انتم. تمام. تمام. يعني في الاصناف بتكون متفاوته اسعارها، يمكن يكون حسب الطلب عليها اكثر، قد ترتفع الاسعار ام تنخفض حسب يعني يمكن قدرنا اكثر شيء يمكن يكون حسب الطلب وحسب الجوده، الجوده كمان لها علاقه بالصنف تحديد سعره. جميل. طيب احنا لو اخذنا جوله مثلا هيك انه شو تفرج على بعض الاهم الاصناف الموجوده هنا، يعني نحكي قديش ممكن تبقى هاي الاصناف بمكانها هون، وممكن ما يصير فيها اي نوع من انواع الخراب. احنا كنا الان موجودين في المزرعه. نعم. وحكينا بتكون في ثلاجات وتنتقل بعد ذلك الى البورصه، فكم المده المناسبه اللي فعلا يحافظ على هذه الازهار دون يكون فيها تلف، دون حتى انه فعلا كلها توزع في الاسواق وتكون موجوده جاهزه للاسواق؟ هي حسب درجه النضج بالزهره، في الزهره لما تكون مفتحه كثير يعني بحسب درجة النضج فيها بتحدد انه كم يوم تقعد. اذا كانت مسكرة يعني بداية تفتيحها بتقعد اطول فترة ممكنة. هلا في اشكاليات بتواجههم هنا اللي مثلا اللي المنتجين بيوزعوا بيجيبوا البضاعة تاعتهم اللي يعني ايام لما يكون الانتاج كثير والطلب قليل بتواجهوا مشكلة، عملية اتلاف بتلفوا للزهور. ليش؟ لما يكون خلص يمكن وقتها فات. وبتكون الزهور فتحت. الشغله الثانيه الظروف الاقتصاديه كمان بتاثر.
لأنه تعتبر من كماليات الكماليات. مش بعتبرهاش أساسي، لأنه يمكن لو يعرفوا قديش أهمية الزهور في الحياة يمكن. مش أساسية. قديش بتضيف للإنسان يعني جماليات جميلة في حياته. صحيح. إحنا بنشوف برضه كمان الباعة المتجولين اللي بيأثروا يمكن شوي على الوضع العام. أكيد بيأثروا طبعاً. بالنسبة للمنتجين أصحاب المحلات، إيش وجه التأثير؟ بنقسموا ناس بيحكوا إنهم بطوروا الثقافة الزهور عند الناس، والناس القسم الثاني بيحكوا لا إنه بتأثر. من أي ناحية؟ يعني بتأثر إنهم بيبيعوا بأقل الأسعار، بيبيعوا طبعا هي تتفاوت لها درجات. ممكن او بحكي ممكن في ناس انه يفقدوا جماليه هاي السلعه الجميله وذوقياتها بطريقه العرض يمكن قدام الناس في الجامعه، مش واجهه بلد بيعتبروها يمكن ترسع. طيب احنا هيك بكون تقريبا احنا اخذنا يمكن بشكل عام اجواء البورصه. الاوقات اللي بيكون بتحسوا فيه ازدحام والناس كلها عم تيجوا اصحاب المحلات وبدهم ياخذوا، هي ايام المواسم، ايامنا بيكون في مناسبات زي يوم الفالنتاين، زي عيد الام، زي اوقات الاشهر اللي بيكون فيها اعراس. الايام سبت اربعة اكثر شيء بيكون. والدوام يومي كل يوم؟ دوام يومي من الساعه 8 للساعه 2. طيب احنا اكيد بنحب ننوه للساده المشاهدين ان احنا يعني ثقافه الورد يعني ما نربطها فقط بانه عيد الفالنتاين او الحب او عيد الام او مناسبات. اكيد نهايه هاد وتحاب وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم انه ان نهدي من نحب بكل الاوقات وليس فقط في يوم واحد. فبرضه احنا حابين برضه ننوه للمشاهدين وهي نقطه كثير مهمه، انه نروج لاهميه الورود في حياتنا وزراعه الورود واهتمام بالورود، وان تهدى الورود لمن نحب بكل الاوقات وليس باوقات، لانه ديننا يعلمنا الحب بكل مكان. صحيح. وننشر هاي البسمه يمكن من خلال الورده لمن نريد اكيد يعني. طيب احنا رح ناخذ جوله الان معك استاذ اسامه في البورصه ونتعرف على الورود وعلى انواعها واصنافها، وانتم كذلك مشاهدينا خليكم معنا لنتابع ونشوف اجمل ما موجود هنا في البورصه من الورود. احنا الان امام زهره الليليوم. هاي الزهره طبعا هون اللي شايفينه احنا هون ازهار مسكره، يعني لسه بدايه التفتيح. طبعا هذا اللون لونه ابيض نسبه كبيره منه، وفي النسبه الثانيه بيجي لون ابيض خضاري، يعني ابيض على خضار. ايش ميزات هذه الزرعه او هاي الزهره؟ لها ميزات معينه؟ زهره راقية مرتبة. جميلة، تفتحتها كبيرة حلوة. طبعا احنا هون شايفينها وهي مسكرة. الزهرة لما تكون مفتحة بتكون بهذا الشكل. تمام، هلا بورجيكم. بتكون إلها يعني الألوان، بس إن هي مفتحة. هاي جميلة، نفس الزهرة وهي مفتحة. هاي نفس الزهرة وهي مسكرة. جميل جميل. طبعا منوه للسادة المشاهدين، إحنا كلنا لما كنا في منطقة المزرعة وكانوا في الثلاجات لازم يكون التكييس ضروري، قضية التكييس. التكييس هي المحافظة على الأزهار أساس ما تتكسر. نعم. لأنه بتعرف عروقها خفيفة. تمام. فأي احتكاك أي تشابك مع بعض. صحيح. بتتكسر. فهي حفظها بالثلاجة وفترة مؤقتة لأنها بتكون مقصوصة. نعم. ومش شاربة مي في عشان عملية بس إنها تساعدها إنها. صحيح. تكون ماشي أمورها. هي عليها طلب أستاذ؟ عليها طلب الزهرة هاي. نعم. خصوصا يمكن زي الوانها يمكن متعدده كذا، في منها الوان، في منها الابيض، في منها الفوشي، في الزهري، في الاصفر، ما لها رائحه يمكن. بس لا ما لها رائحه، بس منظر جمالي. منظر جمالي. زهره وحجمها كبير. جميل. تستخدم في الاعراس كمان، كان من الازهار المفضله في تنسيقات الزهور في الاعراس. تمام جميل. يعني خلينا نكمل برضه جولتنا في اصناف اخرى. تفضل. نتابع. هون صنف الكالة.
تسمى الزهرة هاي. جميل. زهرة جميلة وراقية. بتطول يعني الفترة. هذا لون وحيد ولا فيه ألوان ثانية؟ يعني في منها ألوان ثانية بس إحنا عندنا هون بنزرع اللون الأبيض. في بعض المنتجين دخلوا على زراعة الأصناف الثانية بس مكلفة وما زالت مش منتشرة كثير. وإلها مزارع خاصة ولا ممكن تزرع فيه كمان أصناف أخرى؟ يعني نفس المزرعة ممكن المزارع يزرعها ويزرع أي صنف ثاني. بس شكلها بتحسه مميز يعني غريب نوعا ما. نعم. وفي عندنا هون كمان زهرة الأستروماريا. زهرة هاي في منها ألوان الأبيض والأحمر والزهري. مجموعة عدة ألوان برضو كمان بضيف شكل جمالي يمكن كثير. نعم. مع ال وحس تحسها قريبة كمان قريبة ألوانها للفراشة قريبة. صحيح سبحان الله فعلا يعني الألوان الأصفر والأسود كأنها فعلا فراشة عليها. وفي عندنا كمان عزيزة في عندنا صنف المنثور. طبعا الآن هو آخر أيامه. لأنه دبلاني شوي كأنه هو شتوي. صنف شتوي بيكون. طبعا. يعني حتى الأزهار لها مواسم يعني في تكون بأوجهها في ممكن تكون أقل. في إشي شتوي في إشي صيفي في إشي ربيعي في إشي على مدار السنة بظل إنتاجه. نعم. وفي عندنا هون كمان صنف ثم السمكة. ثم السمكة. هو هذا هو. ومن الاصناف كمان بوجد عليه طلب بتوقع ثوم السمكة يمكن كان شوي كان بالسابق من الاصناف المطلوبه لانه كانت الاصناف مش كثيره في السوق. بس لما توفر الاصناف الثانيه صفى من الاصناف الشعبيه خلينا نحكي. تمام. هلا قضيه تنسيق الزهور ترجع لمين؟ لصاحب المحل يمكن يكون اكثر صاحب المحلات صاحب المحل بنسقه بحسب المناسبه اختار نمط معين بيمشي عليه بصير اذواق زباينه يعني حسب الزبون اللي تعود عليه. جميل جميل فعلا صار عنده بالمحل رائع فعلا يعني غير هيك انه حتى المنظر الجمالي قديش بضيف على الانسان يمكن نفسيه جميله لما ينظر لهي الازهار حتى لو ما كانت بدون رائحه بس على الاقل منظرها والوانها بتثير بهجه نوعا ما بتريح النفسيه. نعم. في هالاصناف اخرى في هون كمان اصناف في عندنا زهره الجربيره. تفرجينا اياها لو سمحت. طبعا في منها هي جميله جميع الالوان زهره طويلة. حلوه تستخدم كمان في الاعراس. تعتبر زهره شعبيه نوعا ما على اغلب الاعراس يمكن تزيين السياره تزيين السيارات اكثر شيء تستخدم تعتبر زهرة شعبية. ما توقعت أنا هاي الزهرة ممكن أكثر على السيارات ولا لا؟ لا 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 الجربيرة لأن هي متوفرة على مدار السنة وسعرها شوي كمان معقول مناسب يمكن الأسعار مناسب. نعم. نعم جميل. إيش بنسمي هاي الزهرة؟ هاي الزهرة اسمها اللوزيانا هي من الأزهار الجميلة تستخدم يعني معظم الناس بيحبوها التنسيقات فيها بتطلع حلوه. يمكن احنا لستات البيوت اللي عم بيشاهدونا الان بقول يمكن اللي بتعرف وبتحب يمكن عندها شغف بانها تزرع وزهور وورود توقع بتعرف يمكن هاي الاصناف هي الصنف هذا استخدم يعني اكثر شيء بالتنسيق. جميل. يعني جميل. هو ممكن يزرع اشتال بس ما بتكون دوره حياته طويله فترتها قصيره. طبعا هون الزهور الموجوده بتنفع اشتال بتنفع لاشياء ثانيه لاستخدامات اخرى في اصناف ازهار قطف. أزهار قطف وفي أشتال في يعني بالأصل هي بالأصل شتلة بس يعني المحافظة عليها وديمتها صعبة بدها ظروف معينة عشان نحافظ عليها. ضل في أصناف أنا تانية لحد هون هي أغلب الأشياء هيك الأصناف هاي الموجودة. جميل جميل. إحنا نشكرك أستاذ أسامة وردة على جولتك اللي معنا في البورصة وأكيد المشاهدين إحنا ما زلنا مكملين لحتى تكتمل الرؤية أكثر عن أهمية الأزهار وجمالياتها لابد إنه برضه نروح لمرحلة أخرى وهي مرحلة المحلات الزهور التي من خلالها يمكن تسويق الأزهار والتي الناس قد تأتي وتختار ما تريد حسب المناسبات ونحن نتعرف أكثر على تنسيق الزهور في هذه المحلات. خليكم معنا.
مشاهدينا واحنا مكملين جولتنا الان وصلنا الى محلات ساندرا للازهار لصاحبها ابراهيم الشعاني حتى يحدثنا اكثر عن طبيعه هذا المحل وايش اهم الازهار الموجوده فيها. واهلا وسهلا فيك معنا استاذ ابراهيم. احنا حابين ناخذ هيك بس فكره عن اهم الازهار الموجوده عندك اللي هون وطبيعه انتقائك لهي الازهار بناء على ايش؟ تفضل. طبعا فينا تشكيله كبيره من الازهار اسمي لك اياهم مثلا. في عندنا زهره الليليوم يعني هي تقريبا بنقدر نحكي عنها ارقى انواع الزهور. يعني زهره كثير ثقيله يعني. وكثير ممتازه وعمر برضه عمرها كثير طويل بتطول شوي. اوكي عندنا هون برضه زهره الكريز زهره كثير رائعه. عندنا الايرس عندنا الاستروميريا حلو. في عندنا الجربيره هون برضه عليهم طلب هدول يمكن طبعا شيء. اكيد يعني كل يعني كل زهره لها ميزاتها لها ميزاتها ولها يعني أجواء الخاصة ومناسبتها يمكن بالضبط أكيد يعني وحتى تمام. يعني طبيعة اللون نقدر نحكي إنه كل لون له مناسبة حلو. طب لو نحكي مثلا أغلب المناسبات يمكن كيف بتم تنسيق مثلا مناسبة فرح أو عرس يعني حسب هلا كل مناسبة لازم نحكي عن مناسبة أفراح يعني لازم تكون اللون الأبيض طاغي فهمت علي لأنه هون بيناسب فرحة أكيد وكذا لأنه وزواج. فرحة وعرس وكذا فأكيد لازم يكون الأبيض موجود طاغي عن أي لون تاني. نعم جميل حلو. لو كان مناسبة مثل نجاح على سبيل المثال نحكي نجاح هلا شوفي عليه بترجع على حسب الشخص نفسه إذا كان صبية أو كانت شاب يعني إذا كانت صبية بنختار ألوان من درجة الزهر الزهر الفوشي مشتقات هاي البينك وهيك إذا كان شاب نروح لألوان تانية الألوان الغامة بدنا نحكي عنها مثل الخمري الأصفر حلو تمام درجات الأزرق النهدي هلا انتم الازهار كلها بتجيها من البورصه تقريبا طبعا. صح كيف بيتم انتقاء الالوان او حتى الانواع والاصناف بناء على ايش هيك بيكون بس اي شيء امامكم لا طبعا دراسه لا لا بناء على جوده الزهره وعلى يعني احنا مثلا اعطيك مثال على زهره الليليوم احنا بنشتريها بهذا الشكل تكون مسكره من البورصه بتكون زي هيك بالضبط تمام. هلا احنا عندنا بالمحلات يومين ثلاثه بتبلش عندنا تفتح بالشكل هذا. طب ليش انتم بتاخذوها بتكون مسكره حتى تكبر عندكم في المحل؟ لا لحتى برضه الزبون ياخذها من عندنا الضاين اكبر فتره ممكنه عنده. حلو حلو انت علي؟ بحيث انه حتى لو ضل عندهم يمكن كم يوم من زياده بالضبط بينما اذا كانت مفتحه كثير الزهره ما راح تضاين يومين ثلاث بس اذا كانت مسكره ممكن تضاين اسبوع سبعة ايام يعني 10 ايام ممكن حلو. وكيف بتحس انه الامور سهله بالنسبه لكم البورصه وتختاروا الاشياء متوفره كل الاصناف كل شيء متوفر يعني من جميع اصناف الزهور حسب موسمها بتكون موجوده حسب الموسم بتكون موجوده متوفره. وكيف بتحس الاقبال انت صاحب محل اكيد يعني كيف بتحس اقبال الناس على موضوع الزهور كيف ثقافه الناس لاهميه الزهور في حياتهم كمان كثقافه؟ هلا الناس بلشت تعرف انه شو معنى الورد وايش بيعني الورد يعني مش قبل يعني مثل قبل انه كان نستصعب بموضوع ان الواحد يهدي ورد بالعكس هلا تفتحوا شوي والاقبال كثير ممتاز. يعني بتحس انه هالاغلب مناسبات الناس بتحاول تهدي بعضها ورد وسواء يعني في اعياد او مناسبات كله بشكل عام يعني هلا اي مناسبه فيها بيدخل الورد يعني افراح مستشفى اعياد ميلاد اي مناسبه بيدخل الموضوع وبشعر انه ممكن بحس الورد انه شيء راقي يقدم أكيد للناس بشكل أكيد عام طبعا اكيد جميل حلو. يعني هلا احنا برضه كمان بدنا ناخذ هلا منك فكره كيف بتنسق الازهار بس ناخذ في اول قبل ما تشتغل الشغله بشكل عملي انت احكي لنا تنسيق الازهار انا بس ما اعرف في ناس بيحكوا تنسيق الازهار هذا علم لحاله بدرسوه بيعملوا دورات وفي ممكن. نساء كثير بتاخذ دورات هلا النساء اللي بيشاهدونا الان في البرنامج اكيد يمكن عندهم حب يعرفوا انه بس هيك مبدئيا يعني كيف ممكن انت تنسق ازهار وتخرج بباقه جميله وتكون فعلا يعني هيك منظرها منظر جميل جدا ومريح للنفس كيف ممكن تختار اختيارك للتنسيق؟ هلا بالنسبه للتنسيق في عندنا شيء اسمه اساسيات فهمت علي يعني اول شيء عندنا اساسيات ثاني شيء عندنا نفس ذوق الشخص اللي راح يشتغل هذا طيب الشيء طيب الاساسيات 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 اول شيء عندنا لازم يكون موجود الخضرات الخضرات بتعطي روح للورد فهمت الخضار الشيء الاخضر سبحان الله حلو يعني في عندنا مثلا الخضار نعم في عندنا خضار الاريكا اللي هون برضه بيعطي جمالية. بيعطي جمالية للورد تمام حلو. طيب بناء عليه بعد الخضار شو كيف بتختار الألوان نختار مثلا إذا اخترنا نحكي الروز الأحمر ماشي. بدنا ندخل عليه لون اللي يكون لابق معه يعني ندخل عليه مثلا لون نهدي صعب يركب معه يعني أقرب شيء اللي يركب مع الأحمر ندخل لون الأبيض تمام فهمت علي يعني إذا اخترنا يعني. بالضبط إذا اخترنا الأصفر نقدر نختار اللون هذا لانه في داخل فيه شيء داخل فيه صفار واللون نفسه بيركب مع اللون الاصفر يعني هل هو بحاجه لخبره اكثر يمكن موضوع التنسيق ولا بالزبط انه بالضبط بالضبط ممكن يجيك زبون يحكي لك انا بدي انسق بنفسي في ناس بقول لك يعني انا بدي اختار شيء واعمل لي اياه يعني
ما في عندنا اي مشكله يعني ترجع لذوق الشخص نفسه يعني. تمام، ما في عندنا اشكاليه انكم انتم لا لا ابدا ما في اي مشكله. طب بصراحه كيف الاسعار بتحس؟ الاسعار كثير 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 ممتازه يعني، سعرها كثير ممتاز. طب انا بحس انه نيجي نحكي مثلا احنا بنروح نشتري محل زهور بحس في تفاوت بين المحل والمحل. طب هلا في شغله في شغله هلا ممكن انا اعمل لك بوكيه بخمس دنانير انت علي، ممكن اعمل لك بوكيه مقابله نفس الحجم بنفس كميه الورد بس سعره 15. من انا على ايش طيب؟ لانه لمسه ايد المنسق نفسها لها دور بالموضوع. يعني موضوع التنسيق برجع بالضبط مش لجوده الورد اللي موجود. لا جوده الورد هلا احنا حكينا على شيء اساسي جوده الورد انت علي، سعرها بيختلف حسب الجوده. لمسه المنسق لها دور. يعني ممكن احط لك لونين ثلاث ما لهم دخل ببعض واقول لك هيا بخمس دنانير فهمت علي؟ ممكن اعطيك شيء كثير حلو بلمسات يعني نحكي عنها سحريه شوي وطريقه كثير ممتازه بس بكون برضو سعرها فيها لانك انت تعبت عليها اكثر بالضبط انه فيها تفكير فيها في بالضبط. وانتم كاصحاب محلات يمكن برضو كمان عليكم تكلفه زايده لما تروحوا تجيبوا مثلا أكيد بالجمله أكيد. ولكم اسعار معينه برضو بدكم تحاولوا تربحوا برضو في كمحلات يعني اكيد طبعا. بس بيكون برضو اسعار كثير غاليه تكون للناس بتكون هلا احنا معروف انه انتم يمكن بدايه حلقتكم كان انه في عن موضوع عن البورصه وكذا. هلا البورصه الورد عندنا بورصه فهمت علي حسب الاسعار بالضبط يعني في ايام بكون عندنا السعر مرتفع كثير طبعا احنا بنتحمل هذا الشيء تشتروه برضه هو مرتفع بالضبط. يعني مثلا اعطيك مثال زهره الليليوم بيعها بدينار ونص يعني ممكن هلا يكون سعرها مرتفع هيك سعرها ثابت معروف تمام. كل المحلات تقريبا فهمت علي ممكن يرتفع السعر بالبورصه احنا نتحمل الخساره رح تكون لانه سعره ثابت دينار ونص فهمت علي بالضبط يعني برضه انتم كمان كان بالضبط احنا بورصه الناس. يوم اسعار طالع ويوم نازل نعرف الناس انتم اصحاب محلات مش كثير الربح تربحوه بالمقابل لا وهلا في مشكله انه اصحاب نحكي مثلا المواطنين هلا ماخذين فكره المستهلك العادي انه اسعار الورد بالنسبه لنا كثير رخيصه لا احنا في عندنا بورصه وفي عندنا ضرائب وفي عندنا شغلات كثير فهمت علي فبالتالي انتم بتكونوا على الاقل بتحققوا الربح اللي تستطيعوا من خلاله تكون تكسبوا هاي الشغله. طيب جميل هلا احنا بالمحطه الاخيره اللي حتعرف اكثر على الازهار موجود عندك في المحل وتفرجينا بشكل عملي كيف بتم شكل باقه جميله هيك حتى تكون ان شاء الله بهاي الحوله. نشكرك نشكرك ونكمل معك. اذا مكملين مشاهدينا معاكم لنشوف هلا بتنسيق هاي الباقه باقه الورد بما فيها من جماليات واشكال مختلفه خليكم معنا. هلا رح نعمل بانش صغير رح نبلش بشيء اساسي مثل ما حكينا قبل شوي اللي هو الخضار دخلنا برضو زهرة الليليوم انه هون برضو زهرة الجربيرة زهرة كتير حلوة دخلنا اللون الابيض كمان عندنا هون برضو زهرة الايرس اللون النهدي حكينا قبل شوي انه مع الاصفر بتلبق كتير بتيجي حلوة كمان لأن آخر شيء اللي هو اللفة هي تقريبا بنقدر نحكي عنها مهمة شوي لأنه بتعطي جمالية برضو للباقة نفسها رح نستخدم اللون الأبيض والأخضر Thank you.
نستخدم برضو الرافية للربون. هيك صارت جاهزة. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا فيكم من جديد، واحنا بنرحب فيكم الان ونحن متواجدين في منزل السيده الفاضله ام بشير حتى نعيش معها اجواء خاصه. هذه الاجواء تحدثنا فيها عن قصتها مع ابنها المجاهد المفقود البطل ليث الكناني، حتى نتحدث اكثر عن هذه الشخصيه ونتعرف عليها اكثر. احنا حبينا نكون متواجدين اليوم في منزلها، فاحنا كثير سعيدين بوجودنا معك سيدة أم بشير. وبالمناسبة احنا طبعا كانت حلقتنا اليوم عن موضوع الزهور والأزهار، وعرفنا انك كنت مريضة شفاك الله وعافاكي، فحبينا برضو كمان احنا وبهذه الجولة نكسب ببعض الباقات الجميلة والورد حتى انه نقدم لك اياه من أسرة برنامج بيتكم عامر في خضرة اليرموك، وان شاء الله تتقبلي هالزهور هيك وتعطيك شوية نمانوات حلوة ان شاء الله بهاي الزهور. الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير وعلى جهودكم، بك يعني اكبر هدية الجهود اللي انتم بتعملوها من اجل هؤلاء الابطال. الله طبعا اكيد متواجدين معنا طبعا اخوات البطل الاخت شفاء، كمان حب رح نحكي معاكي كمان نسألك أكثر بعض الأمور وخاصة على شغلك، ومعنا كمان أخت شفاعة أيضا أخوات البطل المجاهد البطل. فبداية يعني نسمع قصة من أم بشير، هذا المجاهد يعني البطل ما قصته بداية، متى تم يعني عدم التواصل بينكم بينه، معرفتوا عنه أي شيء، أي سنة؟ والله ابن البطل ليث الكناني المجاهد يعني بدي أحكي عن قصته، ما هي قصة خيالية نسج من الخيال، هي قصة حقيقية في زمن قل فيه الأبطال. ابني ليث طلع يعني من هون من 2007 23/4، يعني 23/4 بتمم السبع سنين وبيبدأ بالسنة الثامنة. نعم نحكي تقريبا عن سبعة لسبع سنوات وأكثر. بالضبط. نعم. بالضبط. نعم. فيعني هذا البطل اللي يعني اللي بدي احكي عنه هو بطل قدم كل شيء من اجل رؤيا للمسجد الاقصى، وهو يعني بينداس باقدام الصهاينه، وجد الاشياء اللي بتصير على اهل فلسطين واهل غزه، فما استطاع الا انه يحول اتجاهه من الشهاده اللي هي اخذها، هو شهاده بكالوريوس في علم الحاسوب. نعم. وذهب إلى مصر حتى يأخذ الشهادة اللي هي ماجستير، ولكن اختار الشهادة العليا وهي الشهادة اللي هي يتمناها كل إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وأن الجهاد حق، بل هو أحيا ركن أساسي من ركن الدين وركن الإسلام. يعني شعرت إنه هو طبعا يعني خلص دراسته وشعرت إنه في عنده يعني نوازع إنه يذهب إلى الجهاد. نعم. شعرت إنه يحمل هم وقضية أكبر من كل القضايا اللي حوله. بالضبط. ابني يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى إنه يحفظ لي، وبقول له إنه إحنا رح نضلنا ما رح ننحني ولا رح نيأس، إحنا رح نضلنا نبحث عنه كل ما أوتينا من قوة حتى لآخر نبض في قلوبنا. يعني أم بشير بتشعر إنه قضية عدم التواصل بينك وبينه بدأت من متى؟ ما عرفتش عنه ولا خبر ولا يعني أي شيء يعني. وصل هو على مصر. بأي سنة؟ 2007. 2007. 2007. تقريبا واحد 4/5 هذا كان آخر اتصال إله. في كان اتصالات هاتفية بينكم بينه. بالضبط. نعم. هو يدوبك أسبوعين يعني هو كان في مصر. آخر اتصال كان في بداية 5. وحدثنا بأنه هو ناوي يجاهد في سبيل الله، يعني أنه يروح حتى على أرض فلسطين 48.
فيعني لو حدثتكم عن ابني كإنسان شاب طموح هي الصفات اللي موجودة فيه بالزبط. لكن نكون ننتظر نسمع إنه خلص هذا انقطاع التواصل بينكم بهذا التاريخ، بعدين ما في يمكن أي أحد يعرف عنه أي شيء. لا. ما عرفتوا خبر إنه في استشهاده مثلا أو شيء ما وصلكم برضو بدليل قاطع؟ لا 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 لم يصلنا أي شيء، يعني إحنا طرقنا جميع الأبواب، سألتوا جمعيات حقوق الإنسان اللي ما في يعني حقوق للإنسان عندها، الصليب الأحمر، وزارة الخارجية، كل يعني أي دائرة حكومية تسعى لأنه يعني تعطينا شيء بسيط من الأمل. وللأسف إحنا صدمنا بهذه يعني بهذا الصدود وهذا عدم ما وجدت تعاون. نعم. يعني من الجهات المسؤولة، جهات المعنية، جهات الحقوقية على سبيل المثال؟ لا لم نجد أي تعاون. يعني هو كان اللي قدمنا يا الصليب الأحمر إنه إحنا طلبنا الكيان الصهيوني بإنه يعرف إنه عن ليث الكناني داخل السجن عنده ولا لا، حتى تعرف إنه مأسور ولا لا، يعني كان يعني أسير واقع، ولكن الأسر. قالوا إنه هني مو أسير عندهم، لكن وين؟ لكن وين ابني هذا الشاب الفتى اللي يعني يملك الشهادة العليا ويملك الأخلاق النبيلة ويملك الحنان، يملك المحبة، كل الناس تحبه، يعني أحب الناس فأحبه فعلا، الحس المودي بينه وبين خواته، بينه وبين إخوته. وأنا كده رح أسمع من خواته كيف علاقته فيهم كانت وكيف كان ليث يتعامل معهم. أكيد بالزبط. يعني هو بترتيبه بشير ابنك بالمناسبة كم يعني الرابع تقريبا؟ الرابع. طبعا خلينا نحكي مع شفاعة، شو رأيك شفاعة أسأل أكثر يمكن عن أخوك، كيف كان هو أخوك، كيف صفاته، يعني كيف علاقتك فيه أنت كأخت يعني أكيد في البيت؟ أنا ترتيبي الأخت الكبيرة. ما شاء الله. هو بيجي الرابع بعدية. في أخين بالنص بيني وبينه. وين ما بتلاقي ليث بتلاقي الفرح، السعادة، الضحك. دائما بحب يكون مصدر سعادة للي حواليه، كل ما شاف اللي حواليه مبسوطين هو مبسوط. ما شاء الله عنه، هو من نعومة أظافره، هو ما شاء الله في المساجد كان أول شاب بالصف العاشر، كان لما عمل بالمسجد مسجد الحارة عنا، عمل للأطفال اللي تبعون الحارة، عمل لهم دروس تجويد وقرآن وأخذ شهادة عليها، والأوقاف كرمته لجهوده، لأنه استغربت أنه يعني كان طفل شاب صغير صف عاشر لسه مش مكمل، وإنه قدر يضبطهم ويدرسهم ويعلمهم. بعدين استمر ما شاء الله في طريقه، كمل، كان في الكشافة، كان في نادي الطفل المسلم، له ما شاء الله نشاطات ووجود، مع رغم برضو صغر سنه. يعني بتحس انه شخصيته منذ الصغر بدأت يظهر لها ملامح القيادة، ملامح القوة، وانه انسان صاحب هدف، صاحب مبدأ. ايوه طبعا، سبحان الله. حتى انه ما شاء الله، يعني حتى اذا رحنا رحلة عائلية هو بيستلم الرحلة من اولها لاخرها. بيكون يعني محضر فقرات، بيكون عنده شغلات يبسطنا، مسابقات، قصص، ما شاء الله عليه. والحمد لله أنا عندي 4 أطفال ما شاء الله. يعني كان خالهم المفضل عندهم، لأنه هو كان وعين عليه مزبوط لخالهم. وعين عليه، كان كتير يحبوا يتواصلوا معاه، يحكوا معاه، يجلس معهم، يتحدث معهم. وكمان بالمناسبة كمان كان تعلم كاراتيه، كان بالنسبة لهم ماخذ الحزام من القدوة يعني بالبطولة والرياضة. فهو ما شاء الله كان من البدايات كأنه ربنا مختاره، يعني إنسان مميز عن جد، مش عشان أخوي بس، هو فعلا كان مميز، مميز فينا إحنا كأخوة، مميز وين ما تحطيه. يعني أنا من هو أكتر إنسان، أنا تزوجت بكير يعني بحساب، فكنت مش مكملة دراستي، كان دائما يجي عندي ويزورني ويودني ويقول لي شو رأيك أنت تكملي ولسه في مجال، بحثك على العلم وعلى الدراسة، وأنا مستعد أدرسك تجويد، كان معاه كمان شهادة تجويد، أنا مستعد أجيك للبيت وأدرسك اللي بدك إياه، ومعي لسه الدفتر اللي كان يدرسني فيه محتفظة فيه. لكن سبحان الله أنا كملت الخطوات اللي هو شجعني عليها، شجعك عليها صحيح. لكن بعد ما راح، هلا الحمد لله خلصت دراسة الجامعية، قدمت توجيهي، ما شاء الله، درست كلية ودرست جامعة والحمد لله جديد. يعني كان لكلماته والأفكار اللي كان يحملها أثر كبير في تغيير شخصيتك. أكيد أكيد، يعني أكيد لو هلا هو بسمعك أو بشاهدك بتمنى شو بكون شعورك انه يعرف انك انت الان بكون فخور فيي، يعني وانا زي ما انا دائما فخوره فيه الحمد لله. يعني بايش بتحسي مشاعرك انك رح تلتقي في يوم ما، مشاعر انه هو استشهد او شعر انه ما زال على قيد الحياه؟ والله يعني هو حتى لو استشهد هذا شيء رائع وجميل، بده يكون يعني نفس الشعور انه حسيته حي. نعم.
يعني في الشهادة وبغير الشهادة هو راح لشيء سامي، هو اختار اللي احنا يمكن نكون في نفسنا شايفين او كذا، هو ما شاء الله عنه جهد وراح بنفسه، كان طريق دايماً يعني طريق مش سهل ابدا، تخلى عن الدنيا وزنها، كان دايما عنده هدف في حياته، كان دايما شجاع مقدام، على طول بفكر بده يساوي اشي، تحسي مخبي في شيء في نفسه كان. يعني انا دغري لما اخوي انفقد فترة هيك وما كانوا اهلي مخبريننا شو القصة، كان عندي شعور انه في شيء هو لانه صرت اعمل استرجاع لكل تصرفاته لحكيه لهاي، عرفت انه هو خلص اختار هاي الطريق، والحمد لله كنا فخورين فيه، وان شاء الله يا رب يكون رب نختار الافضل، ان شاء الله يختار الافضل. وانا حابة اسمع الان من شفاء، شفاء برضو كمان انت يعني لك سلك اخر، يمكن انتهجتي منهج اخر، اختك في الدراسة هو خطى اخوها، لكن انت الان تعملي في عمل ايضا يتعلق في الاسرة وخدمة في قضية الأسرة التي هي تشغل بال الكثيرين، أصحاب القضية العادلة، هؤلاء الأسرة اللي بيعانوا من سجون الاحتلال الصهيوني وما زال إلى الآن بتعرضوا للانتهاكات والإهانة، وبتعرضوا إنه حتى كمان إنه ذويهم كان في صعوبة التواصل بين ذويهم من خلال أيضا وجودهم في الحبس الانفرادي وغيره. فحدثينا عن عملك، وهل له علاقة يعني في ما وضع أخوك طبعا في هذا المجال؟ حاليا بشتغل مصممة إعلامية بفريق دعم الأسرة الإعلامي فداء. ما هي أول شيء أنا اشتغلت فيه كتطوع، وكان بداية شغلي معاهم بسبب ودافع الأساسي بسبب أنه أخوي كان مفقود. ليش؟ لأنه كان أنا عندي هدف أنه الأسير إذا هو طلع فدغري هو الطرف الأول أنه أنا أقدر أعرف من أخوي، هذا هيك أنا كنت حاطه في بالي من خلال الأسير، من خلال الأسير أنا هيك مقتنعة أنه لأنه الأسير هو موجود أما المفقود مفقود. فإذا كانت رسالتنا واضحة وإن إحنا بنقدر نسعى لها، اللي هي كأسير إحنا بنقدر نحرره، ونقدر لو أنا بطريقتي وبعلمي اللي هو كمصممة كتير، خصوصاً الإعلام طبعاً خصوصاً أكيد. الإعلام هلأ هو الخطوة الأساسية والأولى زي ما بنشوف بكل الشعوب صحيح. العربية صحيح. للتأثير في الشعوب الأخرى وتأثير في النفوس نعم. الثانية والحكام وغيره صحيح. فأنا هاي رسالتي اللي بقدر أقدمها أنه كمصممة، فأنا كنت على قناعة أنه من خلال رسالتي كتصميم كإعلام أنه أنا إذا سعيت للأسرة بقدر أصل لأخوي في هذا الموضوع. نعم أكيد، ونحن نعلم أنه قضية الأسرة إذا كان هناك في توجه إعلامي قوي من خلال خدمة هذه القضية أكيد راح يكون له تأثير أيضا في المستقبل. وإحنا بالمناسبة أكيد يعني مشاهدين الكرام يعرفوا لازم أنه في فعاليات مستمرة لنصرة الأقصى، وقريبا راح يكون مشهد في ملتقى الشباب الأول برضو في النقابات نعم. عن برضو نصرة الأقصى، وأنت أكيد مشارك الأسرة عفوا لكن مشارك يمكن في هذا المجال بس هذا اللي إحنا شفناه البوستر ما شاء الله حلو كثير. في فعاليات حتكون مستمرة طبعا، في فعاليات وفي ضيوف للملتقى وفي برنامج ان شاء الله راح يكون كله موجود بتشرفونا وبشرفونا المشاهدين، وهو شبابي هو مصدر اهم شيء يكون الشباب، لانه زي ما تحكي الخير في الشباب، والشباب هن اللي بيقدروا يعملوا الاهداف اللي احنا بدنا اياها. هلا كنت احكي شغله صغيره انه الاسره للاسف انه الاسره موضوعهم شبه محذوف يعني شبه ملغي من قائمة الاهتمامات في القضايا الأمة مثلا. يعني مثلا هلأ أنا كإعلامية كماسكة صفحة فيسبوك كذا بلاقي إنه ما في اهتمام، ما في أكتف، ما في يعني مثلا إذا في خبر عن أسير مثلا معرض للحبس الانفرادي على سبيل المثال، لا المشكلة ما بيعرفوا أصلا إيش معنى الحبس الانفرادي ما بيفهموا إنه شو بيفرق مثلا أسير من إداري من أسير عادي من أسير، ما بيعرف الفروقات، حتى ما يمكن تمر على ناس ما بتعرف انه في من الاردن اسرى عددهم 26، في من الاردن مفقودين عددهم 30، او مصطلحات معينه خاصه في الاسرى كاسير، هاي الشغلات كتير يعني جاهلينها الناس، مع انه هاي قضيه انسانيه عفوا قبل ما تكون هي اسلاميه، هي قضيه انسانيه، لانه يعني زي اليوم انا حاب احكي هذا الخبر اللي هو كان ابراهيم حامد والاسير ابراهيم حامد ومع 200 من الاسرى كانوا ناويين يدخلوا
الإضراب اليوم، لأنه أصير حامل صلوا 3 شهور داخل العزل الانفرادي، مع أنه من وقت إضراب الكرامة مصلحة السجون مسكرت ملف العزل الانفرادي، فالمفروض يطلع من هذا العزل الانفرادي، لكن يعني ما طبقت القانون. طبعا هو طبعا الأسير حامد أكيد يعني هو بتشغل بال كثيرين الآن على المناسبة، وإن شاء الله تكون مستجدات الحمد الفترة الجاية تكون هو الخير إن شاء الله له. أنا حابة أنتقل الآن للوالدة أم بشير، كونه إحنا لما تشوفي أنت حديثنا عن الأسرى ولما تشوفي الشباب اللي عم بيستشهدوا، يعني ماذا تتمنى أم بشير؟ هل يكون ابنها أن يكون شهيدا أم يكون أسيرا، أم تحب أن يعني تلتقي به يعني بخضم هاي الأحداث اللي عم نعيشها الآن إحنا الآن؟ الله يجزيك الخير. والله أنا كأم يعني كأم مشاعر أمومة، مشاعر أمومة، أتمنى أن ألقى ابني يعني ألتقي به، ولكن أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني أنا بقول المقولة اللي بقولوها أهل سوريا، أخواننا اللي بسوريا، ملنا غيرك يا الله. يعني إحنا شايفين إنه حكوماتنا وجمعيات اللي تدعي حقوق الإنسان هي بعيدة كل البعد عما تقول أو تنظر. صحيح. واللي أحزنني يعني كتير 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 أحزنني إنه هناك تقريبا 16 جثة أو رفات تسلمت في فلسطين المحتلة للجهات المسؤولة الفلسطينية، ومع هذا طووا الملف ودفنوا تلك الجثث. هذه القصة صحيح. بالضبط. نعم. ولا يعلم من هؤلاء. نعم. ألا يحق لنا كأمهات وكآباء أن نعرف يعني أولادنا وين راحوا؟ يعني لماذا العدو الصهيوني يبكي قتلاه ويبكي أسراه ويبكي وهاي ونحن ودمه غالي أما نعم. دماءنا هي رخيصة. بالضبط. ونحن نبكيهم أيضا ونبكي عليهم وننسى أبطالنا. الأمة التي تنسى أبطالها تنسى تاريخها الماضي والحاضر. الأمة لهاش أبطال، ملهاش أي تاريخ. بالضبط. ما لها تاريخ يعني، وستطرد يوما ما من هذا التاريخ. نعم. فلا بد يعني من ان يكون هناك وراء المفقودين. يعني انا بعتبر كمان قضيه المفقود هي القضيه الاولى. لسه بحكي لك انه قضيه اسرى لسه بتقول شفاء، انه مش شعر انه هناك في اهتمام يعني رسمي او عربي او حتى اهتمام بهاي القضيه بشكل ملموس وواضح الا يمكن من فئات معينه. طب قضيه المفقودين الان، هل انه تجد في هناك اهتمام، في هناك جهات حقوقيه تعنى بأنه يجعلهم جمعية خاصة أو مركز معين يعنى بهم بمتابعة أخبارهم، بمعرفة محاولة معرفة ما يدور حولهم من خلال الفقدان يعني هالفترة للأسف الطويلة؟ للأسف. يعني إحنا مجرد الاعتصامات اللي كنا نمشي فيها والمهرجانات يعني نشوفهم هن يتحدثوا عن الأسير، يتحدثون عن الأسير، حتى إنه نطلب منهم وين المفقودين، ليش ملف المفقودين متجاهلين، وليش ما بتذكروا، ليش ما بتحكوا عنه، يعني وين مكان. أنا رحت على غزة وكانوا هناك يوم الأسير يعني بشكل يعني يوم عالمي زي ما فعالية واضحة. بالضبط. وحضرتها لم أجد صورة ابني. طب أين ابني؟ شعبتي أنت بالهيك ألم نوعا ما. ألمت كثيرا وذهبت للمسؤولين، وليش ابني أنا مش محطوطة صورته، ولا أنتوا المفقودين عندكم مستثنيين. يعني بالأول وبالأخير حكوماتنا غير مبالية لا بأسراهم ولا بمفقوديهم. يعني هذا الشاب اللي هو ابني ما شاء الله عنه، يعني شو بدي أقول لك، أحن الناس كان يعني يضع يده إصبعه على إصبعي وأنا نائمة ويقول حتى استمد الحنان من أمي، يضع رأسه على قدمي ويقبلهم ويقول الجنة هنا، ها هنا. هذا الابن البار الذي كان يسمعني قبل أن أناديه، هذا الابن البار كان يفعل الذي أريده أنا قبل أن أقوله له. والله والله لا يعني لا أتمادى بذلك أبدا. يعني كيف لي أن أنسى ابني؟ لن أنساه ولن أستكين ولن أتقاعس عن نصرة ابني ما دام لسه يعني بعده لهلأ مو معروف وين هو. طبعا ما دام هناك في أي خبر عنه في أمل. نعم. أمل إن شاء الله اللقاء وأمل أو أمل خبر الشهادة. بالزبط. نسأل الله رب العالمين فعلا يعني أنه ربنا يكرمك فعلا في الدنيا ويقر عينك في فيك فخرا يكون لك ابن من هذا الابن البار الذي فعلا يعني يحمل قضية ويحمل هم ويعني ضحى بكل شيء حتى يعني يحقق إن شاء الله هاي القضية العادلة بإذن الله. إن شاء الله ربنا يكرمك فيه يعني أم بشير، يعني في الدنيا تسمع الأخبار الطيبة عنه أو تسمع خبر الشهادة، فهذا يمكن والله ما يتمناه كل إنسان. أكيد أنت كأم تتمني أن تسمعي هذا الخبر طبعا، وإن كان قلبك يعني يحترق على أنك تعرفي أخباره وتعرفي هل هو يعني على قيد الحياة أم هو شهيد، لكن تبقى هاي يعني نوازع الأمومة تعتصر قلب الأم يعني سبحان الله. أنا حابة أروح لشفاء، حابة تحكي شيء عن موضوع المفقودين يمكن ثم بعدين نروح لشفاعة
وبعدين نعود للوالدة. تفضلي. كنت بدي أحكي إنه كلمة المفقود أغلب الناس ما بتعرف شو كلمة مفقود، بفكروها فقد فلان في المكان الفلاني. في ناس كتير ما بتعرف إنه المفقود في سبيل الله بيختلف عن المفقود إنسان فقد. أخوي مفقود لأجل الهدف سامي اللي هو الجهاد في سبيل الله. نيته كان نية الجهاد. نيته كان نية الجهاد. أنا بالنسبة لي عانيت كتير من هاي الشغلة، يعني لما كانت ناس تعرف أنه أنا أخوي مفقود يفكروني أنه مفقود وين ضاع، فإني أضطر أحكي لها لا أخوي مفقود مجاهد في سبيل الله. فأنا حبيت أنوه عن هاي النقطة أنه المفقود هو مجاهد في سبيل الله لأجل الدين والأرض. أكيد، وإحنا بنتمنى أكيد يعني من خلال البرنامج بيتكم عامر وقناة اليرموك إنه نكون فعلا ألقينا الضوء على مثل هالقضية المهمة جدا، وعلى هذا المجاهد البطل اللي كثير يمكن من كما قلت الحكومات أو المسؤولين أو ربما بعض المؤسسات الحقوقية اللي تنادي بحقوق الإنسان يمكن ما رحبت وما يمكن نوهت عن أهمية هذه الإنسانية الموجودة في هؤلاء المفقودين. إن شاء الله إحنا نكون من خلال البرنامج يعني أم بشير حبينا نكون ساهمنا يعني ولو جزء بسيط بهذه القضية، وأكيد يعني في القضايا الأخرى تتعلق في الأسر والمفقودين. شفاعة، حابة أسمع منك شيء، يعني أنت الآن يعني كونك كملتي دراستك وأكيد صرتي على خطى أمنيات أخوكي، يعني هذا الشيء أكيد ولد عندك الفخر بهذا الأخ، صح؟ أكيد، وأنا درست بنفس الجامعة اللي هو درس فيها بالمناسبة. وما زلت الآن حتى تشعري تتلمسي أثره للآن حتى لو كان هو مش بينك ومش موجود عندك؟ دائماً هذا الشيء بيعطيك دافع إنك تكملي مسيرتك في العمل وفي العطاء والتأثير في المجتمع أيضاً؟ أكيد، دائماً سبحان الله بفكر في كل شيء بعمله إن لازم يكون فيه دائماً الواحد حاطط في باله هدف. يعني زي ما حكت أختي إنه تعريف في موضوع المفقود كتير مهم، وهلأ اللي عم بيصير في الدول العربية وهذا الربيع العربي واللي صار في مصر وفي سوريا ما زال يحصل الآن، المفروض إنها هاي تحرك شيء يعني في الناس، خلص بكفي لازم يصحوا. واللي حاليا قاعد بيصير في الأقصى والتدنيس اللي بيصير يعني والانتهاكات فعلا، فلازم احنا نتحرك من دواخلنا يعني ونربي شيء في اولادنا، نخليهم شو يعرفوا شو معنى الجهاد. هو مش شيء والله انا بحب افكر فيه او ما فيه، لازم خلاص يكون في داخلنا كلنا جهاد لو اقل في كلمه. فاحنا بنعمل اللي علينا ان شاء الله، واتمنى اني القاه يكون في صحه وسلامه ان شاء الله، واذا ما شفناهوش في الدنيا ان شاء الله يكون تاثير على اثره يعني ان شاء الله في تربيه اولادك كمان. ان شاء الله الصحه والعافيه رب يكرمك في اولادك يعني كما انت اكرمتي اخوك بما اعطاكي من تعليم حلو. انا حابه اختم معك ام بشير يعني هذا اللقاء الطيب والجميل والراقي فعلا، واللي اعطانا فعلا نبضت قلوبنا من خلال حديثك عن هذه التربيه للابناء. اتوقع انه كثير مهم انت كأم يعني وكسيدة عندها أبناء وربت مثل ليث، أكيد يعني حابة توجهي رسالة الآن، حابة توجهين رسالة لستات البيوت وللأمهات كيف إنه ممكن ربوا أبنائهم التربية الصحيحة، وبرضه رسالة أخرى نحكي فيها بس نخلص هي الرسالة الأولى أول شيء. تفضلي. الرسالة اللي يعني بقدر أوجهها لأخواتنا واللي يعني خارج الاستوديو واللي بيسمعونا الآن، إنه تسعى الأم دائما إلى تربية أبنائها التربية الصحيحة الإسلامية، أن تعيشهم حياة بأن لنا مقدسات تداس وتدنس، أن لنا فلسطين نسأل عنها يوم القيامة، أن هناك ركن أساسي هو ركن الجهاد أهملناه، فكان منا ما كان منا اللي هو الذل والإهانة والعار، هو اللي جعلنا إنه إحنا نبتعد. والله كنت أنا يعني أولادي باستمرار أجهزهم للصلاة مع أبوهم في الجامع، كنت دائما أعلمهم القرآن في جمعيات المركز الإسلامي، كنت دائما أعلمهم الحياة وأعلمهم الصدق، يعني دائما يعني أجعلهم يفهمون ما معنى إنه هناك شيء مقدس لابد أن نحميه، لكن هي بس العدو الصهيوني بيعلم أبنائه على الحقد ضد الإسلام والمسلمين، لا والله إحنا أولى بأنها أرض يعني وقف إسلامي، كل مسلم على وجه الأرض يسأل عن هذا الوقف الإسلامي. أسأل الله عز وجل يعني أنا وقت ما ابني قبل ما يعني يتسهل الله يسهل عليه وين هو مكان ويكرم رب العالمين ويرضينا بما رضي الله سبحانه وتعالى. أنا مؤمنة بالله بأن أنا أرضى بما رضي الله سبحانه وتعالى، أراد له الخير الشهادة فنعمة بالله، وما أعظم أن أكون أم شهيد. طبعا اللي هو إنه والله يعني قبل ما يغادرنا فترة ولا بقول لي ماما أنا حلمت علم من علماء الإسلام هو حلمان فيه إنه كل الناس حواليه وقاعدة بتدفنه هو حي،
الله. تدفنوا حي وما بقي إلا وجهه. وبقول لي ماما الناس اللي أنا بعرفهم يعني بعرفهم على خلق وعلى دين في بعضهم يعني فأنا ما صح يعني ما قدرت أستوعب المنظر يعني صرت أصرخ وأقول الله أكبر الله أكبر وأخذ يعني يجعل التراب عن وجهه فعلمت إنه لابني شأن عظيم بإحياء ركن إن شاء الله من ركن الإسلام اللي هو ركن الجهاد. ورسالتك انت للمسؤولين للمنظمات الحقوقيه والله كفاكم كفاكم بدي اقول لهم كفاكم بعد عن هؤلاء الناس هم الاشراف اشراف الامه سواء كانوا المفقودين ولا الاسرى وهذول الابطال وما اكثر ابطالنا ولكن من ليس هنا من يحيي هذا الاسر ويتبعوا ويحيي من محله لا. يعني كفاكم ظلما لهؤلاء الناس اللي هم والله امه نسيت ابطالها لن يكون لها شرف ابدا. اذا احنا بهذا اللقاء يعني فعلا احنا مبسوطين فيه جدا وسعيدين ان نسمع مثل هذه الكلمات وسعادتنا ايضا تغمر لما يكون في امهات فعلا مثلك يا ام بشير ربت ابناء على الجهاد وعلى الشهاده وان شاء الله نسال رب العالمين ورب يكرمك ويكرم ابنك ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله وان تلتقي في لم تلتقي في الدنيا وهو خير ان شاء الله ان تلتقي في بجنات الخلود ان شاء الله رب العالمين وما اجمل ان اكون ام شهيد يعني الحمد لله رب العالمين. بوجه كلمه لابني إنه أنا يا أمي بستناك يا حبيبي ولن أستكين ولن يعني يهدني الصبر أبدا وإحساسك أن هو كأنه بسمعك وبشاهدك بالضبط هو ما زلت أنتظره وسأنتظره أنتظره ذلك الشاب الحنون اللي يعني أنا أفتقده اللي أنتظره في نومي وفي يقظتي وفي كل حركة وفي كل سكنة من سكناتي آمين يا رب يكرمك إن شاء الله في ربي وإن شاء الله يعني بوارق الأمل تكون موجودة في الإنسان مهما تكاربت الظروف لكن يبقى الأمل بالله وتبقى ثقة بالله إن شاء الله الحمد لله وما يعني يريده رب العالمين هو الخير نعم نعم ونعمة بالله نعم بالله. إذا مشاهدنا الكرام أكيد بهالجلسة إحنا اللي فعلا هي جلسة عادت وأحيت في قلوبنا مشاعر عظيمة جدا مشاعر قد تكون ممتزجة بين السعادة أن تكون هناك أمهات كريمات يحملن هدف سامي ينقلوا لأبنائهم وكذلك أيضا مشاعر من الغضب والثورة ربما على أوضاع الأمة على أوضاع التي نعيشها الآن وهذه الأحداث التي تتزايد من خلال الشهداء من خلال الأسرى من خلال الظلم الذي يستشري لكن بالنهاية نقول يعني أملنا بالله هو كبير ثقتنا بالله عز وجل هي أكبر تجعلنا أن تكون دائما قلوبنا إن شاء الله عامرة بالخير وعامرة بحب الله وعامرة بالعطاء. خليكم معنا حياكم الله. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا فيكم من جديد وما بتحلى حلقاتنا الميدانية إلا لما نطل ونمر على مطبخ طلبك جاهز وإحنا اليوم في مطبخ طلبك جاهز ومعانا الشيف أم العبد. أهلا وسهلا فيك أم العبد. إحنا كتير مبسوطين إنه إحنا جايين على هاي الفقرة هي حلوة فقرة جدا يعني هاي اللي بنكون معانا إحنا في الحلقة الميدانية لما نكون معاكم. حابين اليوم برضو مع السادة المشاهدين نتعرف على طبخة جديدة وأكلة جديدة وجميلة ونضيفها لقائمة الأكلات إن شاء الله راح يتعرف عليها بعد هيك واللي تعرف عليها سابقا. فأهلا وسهلا فيك من جديد وعرفينا على هاي الطبخة اللي إحنا بنعملها اليوم. اليوم أكلتنا على الستير فراي يعني أكل وحرك طبعا هاي أكلة صينية ولذيذة طبعا. عجبتني انه يقلي وحرك يعني بدك تقلي على طول. ايوه بالضبط معروف الاكل الصيني اكل بتحضر خلال 10 دقائق يعني سريع. اكل سريع وتقليب على السريع يعني. تمام. هلا احنا بدنا نشوف المقادير حتى انه برضه ست البيت اللي حابه تعمل مثل هاي الاكله ومش عارفه مقاديرها بالضبط تحاول انها تعرف المقادير والمكونات وبس. هاي الى صدور دجاج بتقطعيه بتعملي لا اما شرائح بالطول او مربعات. تمام بس نوقف عند الدجاج شوي. هلا الدجاج هذا كيف بنعمل بالبيت ولا ممكن عند حدا يزبط لك يقطع لك؟ ممكن تشتري دجاجه كامله وتسحبيها زي ما بدك وممكن تشتري صدور دجاج مسحبه جاهزه.
وانت تقطعيها بهي الطريقه في البيت، تقطعيها شرائح بالطول. ممكن نحكي للسادة المشاهدين ولست البيت ان بامكانك انك تشتري يعني صدور جاهزه وتقومي بتقطيعها بهي الطريقه. أكيد. تمام. وبنحتاج الى خضروات برضو، فلفل حلو بالوانه الاحمر والاخضر والبرتقاني والبراكلي الاخضر. وبنحتاج الى الثوم والزنجبيل، التوم زنجبيل مع بعض. ونحتاج الى البصل الاخضر والبصل الناشف والبازيلا الخضراء. حلو. وبنحتاج برضو الى زيت السمسم، عسل معلقتين عسل، صويا صوص، نشا وكاجو، فلفل اسود وملح. هاي المكونات الرئيسيه نعتبرها. وممكن برضو الزيت مرق، قصدي مرق الدجاج. زيت ايش هو؟ مرقه الدجاج مش زيت عادي؟ لا قصدي مرقه الدجاج، قصدي زيت السمسم احنا بنحتاج. ماشي زيت السمسم. هلا احنا من خلال لما نحط احنا المقادير اكيد رح نعيد المكونات مره ثانيه من خلال طبيخنا. تمام. نشرحها لهم. نبدا هلا اول خطوه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ زيت السمسم. هذا زيت السمسم متوفر بالسوق؟ زيت السمسم متوفر. بنحط طيب. ليش زيت السمسم مش زيت تاني مثلا؟ الصينيين تقريبا ما بيعرفوا زيت الزيتون او الدراب، بيحتاجوا لزيت السمسم، زيت اللوز هاي. تمام. يلا نبدا. اول شيء بنقلب الدجاج. بتكون في درجه حراره معينه صح؟ اتوقع يعني لما بدك تحطي انت الزيت بتبلشي يعني التقليب. طبعا هاي الاكلات بتنعمل على الووك. حلو. احنا حكينا الاكل الصيني ما باخذ وقت كثير، باخذ يعني 10 دقائق او ربع ساعه. يعني يمكن طبيعه حياتهم الصينيين بحبوا الاكلات والوجبات السريعه، بكون حياتهم وما بوصلوها لدرجه النضج. يعني كل شيء دايب، لا بكون صلب لسه شوي تكفي. لانه بحبوا تعرف كل ما تتعرض الغذاء لدرجه حراره كل ما فقد من قيمته. اكيد نقطه كثير مهمه. أيوة. ورغم يمكن الحياه السريعه والحياه العصريه اللي عايشينها احنا كمان تحتاج احيانا ست البيت فعلا انها يعني تعمل اكلات. أكيد. سريعه اللي بتشتغل اللي عندها التزامات. انا احيانا بيتي يعني بدي اكله سريعه ومستعجله وفي الشوكه بعمل اكل الصيني. فاحنا بنحكي لستات البيوت اكيد يعني اللي بيسمعونا وبيشاهدونا الان، هي احنا بنعمل لكم مش بس وجبات كثير طويله تقعد ساعه ساعتين، لا ممكن نعمل شغلات برضه في اوقات قليله ننجزها. أكيد. وتكون لذيذه بنفس الوقت مفيده. اكيد. حلو. هي بلش بيض على فكره الدجاج. طبعا انا في ناس بتحط اول شيء الزنجبيل والثوم قبل الدجاج، بس انا بحب ميه الدجاج تنشف وبعدين اوضع على الزنجبيل والثوم. طبعا تكون انت على شكل تفريم ولا ممكن باستخدام عليه؟ انا بحب دائما البرش لانه بطعم اكثر. حلو. وبحتاجش برضه لاستواء. بتحس طعمة التومه وبتحس طعمة الزنجبيل. ايوه. حلو. هلا بنوضع الزنجبيل والثوم مع بعض ونبلش نحرك برضه صح؟ اكيد. ما هو اسمه حرق اكلي وحرك. اكلي وحرك صح. ولاحظنا انه ما في حاطه زيت كثير يعني يا دوب. لا يا دوب. وزيت السمسم كمان زي ما انت حكيتي ليش زيت السمسم؟ زيت السمسم مفيد جدا. حلو. اللي هو زيت السيرج. جميل جميل. مفيد وخفيف يمكن على المعده. صحي. هم كثير بيعتنوا في الصحه على فكره والاكل الصحي، فاحنا برضه من نحب ننوه بدل مشاهدينا. ما بتاكسد. حلو. يعني حلو. سواء بالطبيخ نايم ما بتاكسد. حلو. تمام. بإمكان الإنسان يعني يعمل الأكلة غذائية وصحية وتكون سريعة بنفس الوقت، مش شرط يروح على مطاعم ويجيب أكل جاهز ويكون الأكل لا سمح الله مش عارف لحمته من وين. وزاك يعني إحنا لاحظنا هون الألوان خضار مفيدة بيجذب الواحد بالألوان تبعته. هلا أنت الآن شفنا لاحظنا كيف الآن الزنجبيل مع التومة وبرضه بلش الدجاج ياخذ لونه يعني في البياض تقريبا استوى. أيوه بلشت سوائل تنشف. حلو. هلا ننقل. بتديريه بالصحن؟ بالصحن لانه بنفس الوقت بدنا نعمل عملية التحريك كلياتها. يعني بنخليها على جنب هاي احتياطا الان قبل ما نكمل القصة الثانية. حلو. هلا بنوضع البصل. بدون ما تحطي زيت ولا شيء؟ لا خلص. هي عملية أول مرة بنوضع الزيت. طبعا الوقت كلياته جميل بتدهن بالزيت نفسه. بحط رشة ملح. رشة بسيطة يعني حسب الذوق طبعا ترجع. احنا ما بنكتر ملح لانه صويا صوص عبارة
في ملوحه. تمام. فما تكتري ملح الا بعد ما تتاكدي من كيف طعميه. اه يا ما توضع الصويا صوص. جميل. بدك شوي البصل يدبل شوي صح؟ اكيد اه. واحيانا بالمطاعم بتلاحظي بيطبخوا الاكل الصيني امام الزبائن، يعني عمليه تحريك سريعه وفيها فن في الاطباق وفي عمليه القلي، يمكن عشان يجذبوا الناس للمأكولات هاي الشهيه وهيك وغيره. قدامك بيقطع الدجاج والخضار بقلبه بطريقه فنيه حلوه. حلو. هلا بدنا نستنى البصل لحاله لما تحطي شغله ثانيه تضيفيها هلا معه. طبعا بدي اضيف الخضره الركبي وال الفلفل والفليفلة بألوانها المختلفة. بألوانها المختلفة طبعا بتجذب وبتكون جميلة. قطع البروكلي هيك عادي مش كبير ولا هيك طبيعتها ممكن تكون؟ هي على الأساس إنه تضلها بارزة يعني واضحة. طبعا. وممكن أنت إذا بتحب تقطعيها زي ما بدك. هي بترجع للطلب حسب ست البيت شو بتحب، إذا أحجام صغيرة أحجام كبيرة. آه حسب. الريحة ما شاء الله بلشت من هلا تطلع، اللهم صل على النبي، يعني روائح شهية بصراحة. بتحس كمان انت بتعملي اشي ست البيت اشي صحي ومتأكدة من مصدره، يعني خضار طبيعية، الجاج هي شرته، الجاج بيكون طازة، الخضار بتغسليها جيدا انت، يعني بتعرفي كيف تختار الالوان، يعني تختار الالوان اللي هتكون فعلا طازة يعني هذا، وتكون لونها مثلا مثل شوف كيف الخضار ما شاء الله فعلا واضح انه مش بايت. بتحسي من العبد قديش مهم الست البيت يعني تنتقي لاولادها الغذاء الصحي والسليم لحتى تحافظ على صحتهم. أكيد. كثير مهم صح؟ اكيد. احنا بزمننا هذا تغير المناخ وتغير كل شيء. فما ضل عنا الا الغذاء. احنا مشان هيك احنا موصف اكلاتنا مشاهدينا الكرام انه تكون بهاي الفقره تكون عندنا طلبك جاهز، لانه فعلا نشجع على الاكل الصحي والاكل البيتي قد ما يكون بضل سبحان الله الاكل البيتي له رونقه وله جماله وطعمه اللذيذ يعني والصحي كمان بالمقابل. اكيد اكيد. نوضع البازيلا. انا بناولك اذا بدك اشي يعني. برضو هاي بازيلا بجيبها برضو طازة، وانا طبعا فتحتها وغسلتها يعني برضو لفت انتباهي انك في بكون بازيلا مفرزة ممكن. طالما هي موسمها وموجودة ما ألجأ للمثلجات او المعلبات، طالما موجودة انا وانت بلجأ للمثلج او المعلب يا ما يكون مش متوفر بالسوق. يعني لاخر لحظة وانت بتحاول تستخدمي كل شيء يكون صحي معاكي. تمام. انك تتأكدي انه عائلتك تناولت غذاء صحي ومتكامل. صحيح. يعني متكامل، الفلفل الاحمر مقوي جدا للدم، يعني عندك البراكلي حديد نسبة الحديد عالية. فانت هيك بتكوني مطمئنة انه عائلتك اكلت بنفس الوقت الطعم لذيذ وجميل وسريع بنفس الوقت كمان وسريع. طبعا نوضع هلا المرقة. هاي مرقة دجاج كيف يعني من الماجي او لا؟ بتكون انت سالقة دجاج ممكن انت من القطع نفسها. أيوة. تسلقيها وتاخذي مرقة. حلو. تقريبا نصف كوب او كوب الا شوي الا شوي ناقص. ونوضع هلا كمان النشا. ليش النشا؟ النشا عشان تخلي المركة متماسكة شوي. متماسكة. ونوضع كمان العسل. والعسل ليه كمان؟ العسل عشان بتصير طعمه حلو على مالح. معطي الطعمين مع بعض. أيوة حلو ومالح مستساغ. أيوة. لأنه عندك الصويا صوص برضو في الملوحة والحموضة. فهيك بتكسريها. تقريبا معلقة بحط بس ما بكتر. وبحط رشة فلفل أسود. بترجع لست البيت قديش بتحب هي إنه تاكل إشي حلو حر يعني يمكن أو كذا. يمكن تزيد يعني. أكيد. في ناس ما بيحبوا اللي يكون حلو كتير، ممكن تحط يعني معلقة صغيرة أو براس المعلقة. وفي ناس ما بيحبوا مالح برضو في ناس بيستغنوا عن الملح لأنه أنا حكيت الصويا صوص في ملوحة. بنخليها شوي تغلي بحدود 3 دقائق. تمام. يعني بتلاحظ الأكل الصيني دقائق.
يعني ما في مثلا ربع ساعة أو نص ساعة أو كذا. حكيتي على أساس إنه ما يكونش مستوي تماما عشان الفائدة الخضار تكون موجودة فيه ما زال. نص استوى عشان تضل هالفائدة واللون. لأنه كترة النضج بلونه. بحت اللون. بحت أيوة. والريحة ما شاء الله يعني أكيد هلا كمان. أكيد. ظهرت معنا. أكيد. هلا بخليه تقريبا 3 دقائق. لا الخطوة اللي بعدها بدي أضيف الدجاج اللي طلعناه قبل فترة الحالة اللي طلعناه وحطينا عليه الزنجبيل والثوم. هلا بنضيفه على الخضار بنضلنا مستمرين بعملية التحريك تمام عشان نضمن إنه كلها تتحرك مع بعضه وأخذ الطعم من بعض. الخضار بتحط بهارات ولا ما بتحط بس فلفل أسود؟ الأكل الصيني لا، فلفل أسود والصويا صوص والعسل هو اللي بيجيب الطعم بس. الأكل الصيني ما فيه بهارات زي الأكل الهندي الكاري وال. وإحنا كدول عربية بنحب مرات نكتر شوية بهارات مع إنهم كان شوي مش كتير بتحسيها صحية. الأكل الصيني لأنه بيعتمد على الخضار الخضرة وكل ألوانها إذا حطيت فيها بهارات بتروح طعمها. يعني إحنا أنا بدي طعم الفلفل بدي طعم الجاج يضلوا نفس الطعم. كمان هلأ بضيف الكاجو طبعا بيستخدموا الكاجو نعم. بيكون ما بنكلي بناخده تحمصيه شوية انت يعني عملية تقليب بالكلاية على عين الغاز بتقلبيه شوي بدون ما نوضع عليه اي نوع من الزيوت بس تقليب بدنا ياخد بس تحميصة يعني حكينا الأكل الصيني ما بحتاج لزيوت بنطبخ بميته منه في مية الخضار بس مية الجاج زيت السمسم حلو. وفقط لهيك بكون اكل صحي وما بكون دسم بيعمل لك كوليسترول أيوة. وشغلات هيك حتى الرز تبع الاكل الصيني ما بحطوا له زيوت بتبعوا فيه عمليه السلق برضه بتنقعيه شويه وبتغلي المي وبتدبي فيه الرز عمليه السلق وبعدين بصفوه بالمصفاي انها تروح المي ممكن تحطي معلقه زيت فقط برضه بتنزل بالمي يعني انت كمان الرز عملتي على الطريقه الصينيه عمليه سلق فقط كل شيء لازم على اصوله صح ولا لا من العبد اكيد الرز الصيني والاكل الصيني عشان تكون تمام لاحظي حتى بالصين يعني احجامهم ليلى ما فيش الضخامه قليل 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 ما بتلاقي الضخامه عندهم وكمان اكلهم بالعصي يعني برضه احنا ممكن نوه للساده المشاهدين انه ممكن الانسان ما يضيع وقته حتى في الاكلات الطويله وقت طويل حتى يستثمر وقته باشياء مفيده ممكن يعمل مثل هيك اكلات أكيد. العامله اللي وراها اشغال ان كانها تستفيد تنوع تنوع انت بحاجه بين فتره واخرى انك تنوعي باكلك صحيح بتنوعي اكل صيني اكل هندي اكل عربي خليجي تحب التنوع هامش الطعميه تكون لذيذه برضه هذا كل شيء احلى واحلى اكيد صحيح تقريبا خلصنا هيك خلصنا بعد 3 دقائق زي ما حكينا هي يعني غليت وحركناها وانا حسيت انه جالسوا مع بعض على فكره كل المكونات على اساس احنا ليش 3 دقائق عشان ياخذ من طعم بعضه أيوة. يعني الدجاج ياخذ من طعم الفلفل والفلفل ياخذ من طعم الدجاج تمام حلو هلا احنا شو رح نعمل بعد هيك هلا ننهي وبنعمل عمليه السكب اجيب لك الوعاء تبع السكب ايوه قول ايش هي هذا انا باخذه هدول تفضلي طبعا ست البيت برضو انها تسكبهم باواني تكون ظاهره تبرز الالوان فيها طبعا في يعني نختار نختار الالوان الساده مثلا ابيض حلو. ساده اسود ساده على اساس يظهر جمال الاكل فيها. صحيح ما نختار اللي بتكون معرقه وفي ناس بحطوا المرقه في ناس بيحبوا مرقه بيحبوا شوي مو كتير حسب الطلب والذوق اكيد اكيد حتى منظرهم صار احلى هلا بالجات طبعا انتوا كنتوا مجهزين لنا رز برضو صيني بطريقة صينية صحية رز الصيني اللي حتناوله علشان برضو كمان الزينة كمان هيك عشان ممكن برضو يتناولوا بتوقع بخبز اللي بيحبش الرز مش هيك ممكن صح ممكن خبز حسب اللغبة يعني بالنهاية بس هم الصينيين بيعرفوش كتير الخبز أكتر إشي الرز العرب العرب والأردنيين بيحبوا الخبز بالضبط احنا بهيك بكون انهينا تقريبا من العبد الاكله واستوت وما شاء الله عنها وسكبناها
وبتوقع هيك بيكون جاهز للاكل مش هيك؟ اكيد صحتين وعافيه. اذا احنا مشاهدينا الكرام بنكون بهاي الوصفه اللي عملت لنا اياها الشيف ام العبد بيكون انهينا وصفتنا وجبتنا الصحيه من الصيني والاكل السريع. بتمنى تكون نالت اعجابكم هالوصفه وتجربوها كمان انتم في البيوت. وصحتين وهنا على اللي جرب وصحتين وهنا على اللي اكل كمان. حياكم الله. مشاهدينا الكرام لهم نكون انهينا جولتنا معكم في هالجولة اللي قمنا فيها ببرنامج بيتكم عامر لليوم، وكنا في عالم الأزهار وعشنا هاي الأجواء الجميلة وتعرفنا على مدى أهمية الإنتاج للأردن للأزهار وكم هي جميلة جدا أن نتبادل الأزهار في حياتنا وأن نهدي فيها من نحب، ليس في أعياد معينة إنما هي حياتنا جميعا أن تكون هي حياة أعياد وهي مناسبات وأن تتآلف القلوب من خلال تبادل الهدايا. وصيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا أن نعززها في مجتمعاتنا الأردنية حتى تعمر البيوت إن شاء الله بالمحبة والخير. وبنهاية هاي الحلقة متمنى إن شاء الله تكون نالت إعجابكم مشاهدينا، ونشكر فريق التصوير اللي رافقنا لليوم لؤي الصالح، كذلك معنا قصي البدور ويوسف الخطيب، وكان معنا كذلك المهندس أسامة وردة حيث كان معنا في هذه الجولة ورافقنا فيها. بنقدم الشكر لكل من كان معنا واللي ساعدنا وأسهم في نجاح هذه الحلقة، واتمنى لكم مشاهدينا ان تكون حياتكم كلها عامره بالخير وبيتكم عامر دوما بالسعاده وراحه البال في امان الله.